تحياتي وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وسعادة. بنحتفل بأول أيام العيد وإحنا خارجين من شهر رمضان استثنائي عاشته مصر بتفاصيل مختلفة لأول مرة. تفاصيل متعلقة بفيروس جديد على العالم، وتفاصيل كمان متعلقة بحالة وطنية ما عشناهاش بالتأثير ده من سنين كبيرة وطويلة. والسبب ده إجابة واضحة ومباشرة، مسلسل الاختيار. وخلينا نقول بكل صراحة إن استقبالنا ومتابعتنا للأخبار في سيناء وأبطالنا اللي هناك قبل مسلسل الاختيار حاجة، وبعد مسلسل الاختيار حاجة تانية خالص. المعايشة والمحاكاة اللي نقلها العمل الدرامي التلفزيوني العظيم ده خلى الناس تقدر تتصور وتتخيل حجم الصعوبات والتحديات اللي إخواتنا من رجالة الجيش المصري بيعيشوها في سيناء. المعايشة دي أو المحاكاة دي والإحساس بأبطالنا خلق حالة من الهلع والفزع عند مين؟ عند أهل الشر، لأن إحساسهم بأن كل النار اللي كانوا بيحاولوا يكبروها من سنين فاتت في مصر بتنطفي، وشعورهم بأن كل الكذب والضلال اللي بينشروه بيموت وبينهار، وده اللي خلاهم يجروا يدوروا على أي كلام وأي فبركة وصفصطة يحاولوا يظهروا بيها، حتى وإن كان كذب وضلال وتدليس وكروت محروقة وقديمة. إنما السؤال هنا هو إحنا ليه بنستغرب؟ هي من إمتى الناس دي بيكون ليهم كلمة ولا عهد؟ طيب هي ليه الجماعة الإرهابية دي موجوعة قوي من مسلسل الاختيار كده؟ هو ايه مدى تأثير الحالة الوطنية العظيمة اللي احنا كلنا بنعيشها على نفوس اهل الضلال اللي مستخبين في جحور تركيا وعايشين من تمويلها او من تمويل اللي بيمولها؟ عشان كده احنا في اسئلة كتيرة وعلامات استفهام هنحاول نسمع الاجابات عليها من ضيوفي الكرام الأعزاء واللي بيشرفوني الليلة. خلوني أرحب بأستاذنا الكبير دكتور عبد الحليم أنديل الكاتب الصحفي. تحياتي لحضرتك دكتور. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك بألف خير وسعادة. وبرحب بزميلي العزيز جدا الإعلامي يوسف الحسين. والله زمان والله زمان زمان والله صحيح. منوريني وكل سنة وحضراتكم طيبين. طيب أستاذنا هبدأ يعني الكلام مع حضرتك. هو ليه الحالة الوطنية اللي احنا عايشينها دي متسببة في وجيعة أهل الضلال كده؟ يعني اسمحي لي، أنا لا قد لا ألتفت إلى وجيعتهم بقدر ما ألتفت إلى أشياء أخرى. أول هذه الأشياء أنه مسلسل الاختيار، ويعني وربما إلى حد ما مسلسل النهاية، وفي التيمة دي رد اعتبار للدراما الوطنية المصرية. الدراما الوطنية ليست جديدة، ولسنا أول أمة يعني تعتمد على فكرة الدراما الوطنية في تخليد البطولات أو تأكيد الانتماء أو تفجير يعني حالات احتشاد وطني. لكن وفي تراثنا حتى القريب نسبيا كمسلسل رأفت الهجان ودموع في عيون وقحة وإلى آخره بنرى صورا من هذه الدراما كانت قد غابت. أنا أظن أن مسلسل الاختيار أساسا عمل حالة رد اعتبار للدراما الوطنية المصرية من جهة، ورد اعتبار لأولوية الشعور الوطني المصري. لماذا؟ لأن الأمر متعلق بهذه الأرض المقدسة، وطبعا يعني تقديسها إلهي سيناء، إلى حد كبير في تاريخنا خلال العقود الأخيرة كلها كانت مركزا وممحطا للشعور الوطني. يعني سيناء هي البقعة الأكثر ثراء بالدم المصري، البقعة المصرية الأكثر ثراء بالدم، يعني تقريبا كل متر كل سنة. وطبعا هذا أمر طبيعي مرتبط بالتكوين المصري تاريخيا، تكوين المصري تاريخيا حتى قبل تعريب مصر بالفتح الإسلامي. دائما ما أقول أن مصر تعربت بغرائز الأمن وغرائز الوجود قبل أن يتعرب لسانها. يعني إيه؟ يعني لما تلاحظي ببساطة ودون إغراق في التفاصيل أنه
من معارك رمسيس إلى معارك تحتمس إلى معارك قطز إلى معارك صلاح الدين الأيوبي إلى معارك محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشا إلى معارك جمال عبد الناصر، سوف نلحظ أنه عين مصر المفتوحة على الشرق التي تمثلها سيناء كانت دائما مورد خطر ومركز بطولة، وأنه إحساس مصر بارتباطها، لأن مصر كجسد موجود في أفريقيا، بسيناء بعينها المفتوحة على الشرق شكلت جزءا جوهريا من تاريخ التكوين المصري. ففكرة سيناء عاملة قدر من ربط وعروة وثقة بين فكرة الجغرافيا وفكرة التاريخ في التكوين المصري. يعني قادش رمسيس ستجدين هضارات خارج التكوين المصري الجغرافي إلى الشرق، مجد تحتمس دارت إلى هذا الشرق، معارك قطز عين جالوت إلى الشرق، معارك حطين إلى الشرق، معارك حتى جمال عبد الناصر في أغلبها إلى الشرق، وطبعا معارك إبراهيم باشا التي كانت قد هددت الأستانة اللي هي دار الخلافة لولا أن تدخلت دول أوروبا وقتها لإنقاذ رجلها المريض ممثلا فيما كان يسمى بالخلافة العثمانية ضد جيش المصري، أول جيش مصري حديث تكون من المصريين، لكان للمنطقة وجها آخر. هنا هذا الارتباط بالتراكم خلق التكوين المصري اللي هو التكوين الايه؟ اللي هو التكوين تقريبا في عالمنا العربي مصر هي الدولة الوحيدة التي حين تستغرق في ذاتها يعني في شؤونها الداخلية تنفتح تلقائيا على وجودها القومي العربي. بعبارة أخرى، لو لم توجد القومية العربية فردا لخلقتها الوطنية المصرية خلقا. لاحظ سلوك محمد علي باشا وهو لم يكن لا عربيا ولا مصريا ولا يوجد حرفا في اللغة العربية. لاحظ سلوك جمال عبد الناصر بعد 150 سنة ستجد ما أسميه أنا قانون مصر، إنه كلما استردت مصر مصريتها كلما استردت عروبتها. من هنا معارك سيناء في هذا التلخيص بتلخص إلى حد مكثف جدا الأرومة الأساسية، القاعدة الأساسية، الجذر الأساسي للوطنية المصرية، وارتباط مسلسل الاختيار بسيناء خلق من فوره هذا التفاعل التلقائي التراكمي لدى حضرتك ملايين وعشرات الملايين إليه. من المصريين. طيب يوسف، أنا محتاجة أتكلم معاك في نقطة يعني مهمة جدا. المسلسلات الوطنية اللي هي متكاملة في عناصرها الدرامية اللي احنا شفناها زي الاختيار بتجسد الملاحم البطولية وتجسيد الملاحم البطولية الوطنية دي بتعد يعني أرشيف من خلال الدراما التلفزيونية زي ما احنا شفنا كده في مسلسل الاختيار. النقطة دي مهمة ازاي؟ ان يبقى في قدوة ويبقى في ملحمة وطنية ويبقى في بطولة احنا بنشوفها على أرض الواقع من خلال المحاكاة والمعايشة اللي حصلت في سيناء وزي بطل من أبطالها أحمد منسي. شوف يا ستي، احنا لو ناخد بالنا وزي ما كان بيكلم أستاذنا الدكتور عبد الحليم قنديل، احنا بقالنا كام سنة من وقت ما كان في مسلسل زي مسلسل رأفت الهجان، الحفار، التعلب، علشان نشوف مسلسل تاني بيجسد ملحمة أو ملاحم وطنية وبطولات وطنية من قلب المجتمع المصري ومن قلب الصلب إذا صح التعبير. احنا بنتكلم تقريبا في 25 سنة طيب لحد ما وصلنا إلى ملحمة اتجسدت من داخل فيلم الممر على سبيل المثال. طيب احنا آخر فيلم عملناه منذ هذا بهذا الحجم وللتجسيد الملحمي كان امتى؟ خلينا نفتكر مع بعض الصعود للهوية، مديحة كامل الله يرحمها، أستاذ محمود ياسين ربنا يديله الصحة. أشهر جملة في هذا الفيلم فضلت طول الوقت جملة تتناقلها الألسن اللي هي إيه؟ هي دي مصر يا عبلة. قالها ضابط المخابرات المصري يجسد دوره كان محمود ياسين ربنا يديله الصحة، وبيقولها مديحة كامل المفترض أنها كانت بتقوم بدور جاسوسة مصرية تم تجنيدها لصالح الموساد الإسرائيلي وهي في فرنسا.
ده مثلا على سبيل المثال تيجي هنا تنقلي وتشوفي فيلم الممر، فضلت جمله شهيره جدا من جوه فيلم الممر، البسوا المموه اصلهم بيخافوا منه، على لسان احمد عز وهو بيجسد دور احد ضباط القوات المسلحه المصريه في العمليه اللي بيتكلم عنها الممر. هتلاقي انه في جمله لفتت نظري انا، ضابط المخابرات اللي قام بدوره احمد السقا وهو بيكلم المفروض هشام العشماوي وهو بيقول له احنا ولا بننسى ولا بنسامح اللي غدروا بينا، ولا هم ولا الجماعات اللي مشغلاهم ولا الأجهزة اللي بتشغل الجماعات. هتفضل دي جملة من الجمل اللي هتفضل راسخة، احنا مش هننسى اللي غدر بينا ولا هنسامحه. طيب ايه هي أهمية فكرة وجود ملاحم وطنية على الشاشة، سواء إذا كانت على الشاشة بالمفهوم السينمائي إن أنا بعمل فيلم، أو على الشاشة بالمفهوم التلفزيوني وأنا بعمل مسلسل. وإحنا بنتابع على سبيل المثال للحصر منصة من المنصات الإلكترونية الشهيرة المعنية بعرض الأفلام والمسلسلات، هتلاقي عليها ما يزيد على 30 مسلسل، كل مسلسل لا يقل عن 4 مواسم مسلسلات ملحمية، بعضها حاجات أسطورية وبعضها حاجات ممكن تبقى حقيقية وبعضها الخلط ما بين الحقيقة والخيال أو الواقع والخيال. طيب كانت فين الدراما المصرية من كل ده خلال سنين فاتت؟ وكانت فين السينما المصرية كل ده خلال سنين فاتت؟ رأفت الهجان كان الممر. 88 انت متخيلة 88؟ طيب وخلص الجزء الأخير سنة كام؟ 91 92 مثلا؟ فاحنا بنتكلم طيب يعني في 26 سنة أو 27 سنة صح؟ أنا هنا عندي مأساة، تلا رأفت الهجان حاجات زي الثعلب وزي الحفار، يمكن ما حققتش نفس النجاح، لكن حققت نجاح ما. أنا متذكر وإحنا صغيرين وإحنا بنتفرج على رأفت الهجان، كنت وقتها لسه صغير يعني 28 سنة، فكان جيلي كله عاوز يطلع ضباط مخابرات وعاوزين يطلعوا جواسيس لصالح المخابرات المصرية، يعني أنت بتتفرج في النهاية بعقلية يا إما طفل يا إما مراهق، فأنت فرحان بالحالة وده شفناه في الأطفال، جميل وشفنا قد إيه الفيديوهات كانت مأثرة. ده دوره بيبقى إيه عادة؟ دوره السايكولوجي على المجتمع بيبقى إيه؟ النفس. فكرة تأجيج اللحمة الوطنية، إنك أنت بتخلق لحمة تؤجج الحس الوطني، بتخلق دور جوه المجتمع، بتحسس إن بتديلي إن أنا كمجتمع عقل جمعي عندنا إصرار على ان احنا نبقى جزء من هذه الملاحم بشكل او باخر. الكل عاوز يخدم لو صح التعبير، الكل عاوز يبقى جزء من القصص البطوليه دي في يوم من الايام. الامريكان او هوليوود تحديدا انتجت اكتر من 300 فيلم على من وجهه نظرها بطولات قام بيها مجندين في الجيش الامريكي جوه اوروبا، لان امريكا ما كانش فيها حرب ايام الحرب العالميه الثانيه. مصر انتجت كام فيلم على ملاحم حرب الاستنزاف، على ملاحم 73، على ملاحم 56، انتجنا كم فيلم؟ 10 20. طيب هو انت عندك كم بطولة؟ انت عندك آلاف البطولات. فاحنا للأسف لأسباب عدة احنا ننقع بنفسنا عن ذكرها دلوقتي، ولكن ما استثمرناش للاستثمار ده، وبالتالي ده انعكس سلبا على المجتمع وانعكس سلبا على أجيال هي مظلومة بأيدينا، يجوز بأيدين اللي أكبر مننا شوية وارد، ما فيش خلاف. المهم إن إحنا كلنا شركاء في هذه العملية، إنه إحنا اللي ساهمنا في تغييب العقل الجمعي اللي موجود في مصر، وساهمنا في تغييب هذا الحس الوطني عن أجيال. أصغر حد فيهم ممكن يبقى النهاردة عنده مثلاً 10-11 سنة، والكبار بتوعهم واصلين لسن 30 و31 سنة. ما هو أيام رأفت الهجان كان عنده سنتين يعني، فما شافش حاجة. لكن لما أنا النهاردة أبدأ أستثمر في النوع ده من الملاحم الوطنية وأعمله بهذه الجودة، وده مهم فكرة الجودة، هو حلو؟ هو حلو. المسلسل اللي جاي لنا معرفش إيه هو، هيبقى أحلى؟ طبعا هيبقى أحلى، ليرنينج كيرف طبيعي، مفيش حاجة بتطلع من غير عيوب غير خلق الرحمن سبحانه وتعالى. ففي النهاية خالص أي عيب موجود في المسلسل حتى لو قد كده هيعالج في اللي بعده. الملحمة هتتعمل بشكل أكثر قوة، واحنا عندنا قصص كتير، مش بس منسي الله يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته، ولا كل الابطال اللي ظهروا معاه في المسلسل، لا ده احنا عندنا الاف جنود مقاتلين كتير، ضباط كتير، ضباط قاده كتير، فيه اللي شهداء وفيه اللي فقد طرف وفيه اللي فقد بصر وفيه اللي تعب وفيه اللي اضطر بسبب الظروف الصحيه يسيب الخدمه، لكن هو في قلبه هو جوه الخدمه. انت متخيله احنا عملنا دفع إيه؟ الثمن كمان يعني في اهالي كمان غير الابطال نفسهم. يبقى انت عملت، انت متخيل انت عملت ايه في نفس كل أسرة، يعني كل واحد من دول عنده أسرة وأصدقاء وجيران وزملاء ومعارف وناس في الشارع ممكن يكونوا شافوه 3-4 مرات في عمرهم، فلما بيشوفوا ملحمة زي دي على التلفزيون أو يشوفوها في فيلم سينما، أنت متخيل أنت ساهمت في إشعال حس وطني بأي حجم؟ طيب وده مسلسل طلع فيه كام بطل؟ طلع فيه 20 مثلا؟ تخيل المسلسل اللي بعده
واللي بعده واللي بعده، وتخيل افلام. طيب ده يؤدي في نهايه الامر للايه؟ ان احنا ابدا عمرنا ما هتلاقي في حد يعرف يخترق صفك او يعبث بعقلك، انت طول الوقت بتبقى مشبع بل ومفعم بهذا الشعور الوطني. دي اهميه ادوات القوى الناعمه اللي الحمد لله والشكر اللي احنا مؤخرا بدانا نستوعبها ونستوعب اهميتها وبدانا نحسن الاستخدام. ودي الكلمه المفتاحيه من وجهه نظري المتواضعه، ان نحسن استخداما فاعلا لادوات القوى الناعمه. طيب إيه انا هبدا يعني اخد من كلام يوسف ونبدا ان احنا يعني نستثمر خبره حضرتك في فكره الاستمراريه، يعني الخبره اللي هي ممكن نقدر نصورها كده في استمراريه القوه الناعمه في مصر عشان تقدر تحارب بيها كل الاعداء. يعني مصر نجحت انها تعرف الشعب المصري مين عدوهم، لان في ناس كتيره قوي للاسف ما كانتش يعني مغيبه او ما كانتش تعرف مين عدوها. يعني احنا مثلا في 67 او 73 كنا عارفين ان مين العدو، عدو طبعاً صريح، لكن احنا بنتكلم في فتره استثنائيه بتعيشها مصر في تاريخها ان احنا مش عارفين مين العدو بشكل صريح. فكره بقى التعريف بالعدو والاستمراريه في القوه الناعمه، انا محتاجه اعرف من حضرتك اهميه يعني الموضوع ده. يعني قبل القوه الناعمه في فكره الوطن. ما هو الوطن؟ الوطن وجود متصل، الوطن وجود متصل لا تنفصل فيه الارض عن الشعب عن جهاز. يعني احنا دايما بنخطئ في استخدام تعبير الدوله وبنصور انه جهاز الدوله هو الدوله، لا، الدوله معنى اوسع من ذلك بكثير. الدوله المصريه، الوجود المصري، في ارض، في شعب، وفي جهاز دوله. دي العناصر الثلاثه لاي تكوين، ارض، شعب، عناصر دوله. أرض وشعب وجهاز دولة، جهاز حكم. مصر من هذا المنظور يعني أقدم دولة، دايما نقول أقدم دولة، هي القضية مش بعدد السنين. إحنا طبعا آلاف السنين. في دول طبعا موجودة من آلاف السنين. الدولة الفارسية كانت موجودة من آلاف السنين، الدولة الصينية إلى حد ما. لكن فكرة الوجود المتصل، يعني إيه الوجود المتصل؟ يعني مصر بلد فريد ليس فقط في إنها صاحبة واحدة من أقدم الدول في التاريخ. وأقدم الحضارة. ما ميز الحضارة المصرية القديمة مش إنها كانت فريدة ووحيدة، ما كان في أشوريين وكان في وكان في وكان في، لكن مصر انفردت بهذا الارتباط بين فكرة الحضارة وفكرة الدولة، تطابقت الحضارة على دولة. يعني في النهاية الأشوريين لما تيجي تدوري هتلاقيهم جزء من العراق الحالي أو البابليين أو كذا، إنما الانطباق وجود الدولة على فكرة الحضارة لا يوجد إلا في التاريخ المصري وربما التاريخ الصيني في فترات معينة. هنا إبراز معنى إن مصر، يعني دايما نقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، تحيا مصر في جوهرها تعني يحيا المصريون. لأنه لولا وجود المصريين، ومش عاوزين نستعيد كلام قديم عن مصر هبة النيل ولا هبة المصريين، لولا وجود المصريين ما كان فيه كل هذا التاريخ المتصل. صحيح. اللي هو التاريخ الوجداني، التاريخ الثقافي، التاريخ العقلي، التاريخ القيمي إلى آخره. حصلت انقطاعات؟ حصلت انقطاعات. مصر دولة تعرضت لأشكال عديدة جدا من الاستعمار، كانت محطا لكل من يرفع سيفا في العالم القديم وفي العالم الوسيط. 42 نوعا على الأقل من الاستعمار دخلوا مصر، لكن مصر هنا تبرز فرادة أخرى أنها دخلت قبل كل احتلال وخرجت منه في حدودها ذاتها، وهذا أمر فريد لم يوجد تقريبا في تاريخ العالم كله، في حدودها ذاتها. وده اللي بيخليني دايما أقول إن جغرافيا مصر في ذاتها هي نوع من الأيديولوجيا، يعني هي بترتب قيم معينة على الذي يسكنها. وده اللي بيخلينا دايما نقول إن مصر عندها مقدرة هائلة على الامتصاص. في أكراد جم، في أتراك، في فرس، في كله ذاب في هذا التكوين. يعني تكوين له مقدرة على الهضم والاحتواء والتمصير مقدرة هائلة جدا. حتى في النماذج الحديثة محمد علي لما جاء اتمصر، بمعنى بدل حكم هذا البلد، حتى لو كان غرضه تكوين مملكة لعائلته، هو تمصر بقانون. صحيح. البلد، فسلك سلوك نفس السلوك اللي أنا اتكلمت عليه لنفس دوائر الحركة إلى الشام،
عند منابع النيل ثم إلى الجنوب الجزيرة العربية وإلى آخره. فهتلتقي هذه الحالة متكررة كلما صحت أو صعدت مصر. دي نقطة. النقطة الثانية، النقطة الأولى قصدي منها إبراز أهمية إنه هو الشعب هو الذي يخلق هذه الحياة ويخلق هذه الدولة ويخلق هذه الاستمرارية بتضحياته وبكده. الشعب هو صانع الحياة. هنا اثنين، سيناء، ولا أريد أن أكرر ما قلت في الملاحظة الأولى، لها مكانة خاصة في تلخيص الشعور الوطني. مقدسة زي ما حضرتك قلت. إيه، مكانة مقدسة. المصريون كانوا دائما بيسموا بلدهم زمان في عهد المصريين، في أيام المصريين القدماء، كيمت، أي الأرض المقدسة. لا، سيناء لها قداسة مسلم بها لدى كل أتباع الأديان السماوية. يعني كلم الله نبيه، يعني هذه هي الأرض الوحيدة التي تجلى فيها الله بنوري على الأرض. فهنا هذا التقديس، المصريون صنعوا قداسة مضافة لسيناء بسيل هائل من الدماء في معارك مصر والتكوينية طول عمرها. وعشان كده دايما يتقال في التكوين المصري الخطر الأساسي يأتي دائما من الشرق. ثلاثة، هنا في العدو، طبعا العدو الواضح، العدو الخارجي، العدو الأجنبي، العدو الاحتلال كذا، بيبقى أكثر وضوحا، أمر طبيعي جدا. لكن في هذا الزمن اللي اختلطت فيه يعني المعايير وحصل كسر الحصانة فكرة استقلال الدول وحصل هذا التداخل، ونشأت ما يسمى الحركات الأممية. أنا عاوز هنا أسجل بدون غضب أو زعل من أحد أن ملاحظتي أن كل الحركات الأممية، يعني إيه الأممية؟ يعني في حركات وطنية يقول لك مصر هي مصر وإحنا الوطنية المصرية واستقلال مصر ومصر المصريين، ثم شاهدنا حركة قومية عربية تريد أن تجعل مصر مركزا لقيادة العالم العربي أو توحيد العالم العربي. صحيح. على أي صورة من صور التوحيد. ثم شاهدنا تيارات أخرى أممية الطابع، يعني مثلا زي بان صعود الحركة الشيوعية مثلا على سبيل المثال، لك احنا حركة أممية فوق القوميات وكذا وكذا. والحركة الإسلامية تدعي بدعوى الخلافة الإسلامية أو الحركة إنها أممية أيضا تريد أن تجعل العالم كله عالم سلم. ملاحظتي أن هذه الحركات ترفع شعارا أمميا جامعا جدا متجاوزا لكل شيء، ثم تنتهي إلى معنى طائفي محدود يبرر لك أو يسوغ لك أن ترى كيف مثلا أن الحزب الشيوعي العراقي كان يعني مرتكز على الكرد مثلا ونزع انفصالية، أو في سوريا وفي العراق نفس الأمر. يعني الفكرة الأساسية أنه تكوين طائفي يغطي وجهه قناعيا بشعار أممي. كذا ما يسمى الحركة الإسلامية التي شهدت صعودا مضطردا مع الانكسار اللي حصل لموجة القومية العربية وثورة القومية العربية من أواسط السبعينيات بعد نتائج حرب أكتوبر، المنتصرة عسكريا الخازلة سياسيا، حصل صعود لهذا التيار. هذا التيار بيكلم انتهى لإيه؟ بدون إغراق في التفاصيل، أنت في النهاية إما أنه طائفي يعني يقسم الأمة بين مسلمين وغير مسلمين، ثم بعد ذلك يفتت المسلمين. وهذا الأمر لو دققت النظر في تفاصيل صعود هذا التيار ثم انحساره في السنوات الأخيرة بعد ثورات أو موجة ثورات 2011 اللي مثلت ذروة الصعود أو أغرت بأن ترينا أنها ذروة الصعود، ستجدي أنه تحول طائفيا. هتجد مثلا التيار الإسلامي الشيعي في العراق وما حطم العراق أو تجد هو. فالفكرة الأساسية اللي عاوز أضيفها أنه حتى هذه الفكرة التي تسمى الخلاف هي فكرة طائفية انعزالية تفتيتية. طيب. ومن هنا لما هم يجوا مثلا تلاقي المسلسل الاختيار المعبر عن فكرة رؤية العدو، الممر قبل الاختيار قال للمصريين مين عدو مصر الحقيقي، وأيضا الاختيار قال للمصريين مين عدو مصر الحقيقي. يعني إيه؟ يعني ببساطة شديدة قصة سيناء بتورينا من غير أيديولوجيات إيه الحكاية. سيناء لما رجعت منزوعة السلاح ساعد ذلك بالتراكم على تكوين هذه الجماعات في شرق سيناء.
اتجاه الشعور والسلوك الوطني المصري بعد 2011، خاصة بعد 30 يونيو 2013 لاستعادة سيناء ونشر الجيش المصري على كامل سيناء حتى الحدود المصرية الفلسطينية تاريخيا، ودي واقعة لم تحدث منذ ما قبل هزيمة 1967، ده اعاد القصة لنقطة البدء، بمعنى انه ما نسميه احنا الحرب ضد الارهاب في سيناء التي كان الشهيد المنسي واحدا من ميامنها وابطالها العظام، هي في جوهرها وصل لمن قطع في حرب اكتوبر 1973. بعبارة اخرى، البطل في فيلم الممر، بطل في فيلم الاختيار اللي هو الشهيد المنسي، هو امتداد للبطل في فيلم الممر، وهما امتداد لابراهيم الرفاعي، يعني مؤسس فكرة الصاعقة المصرية كقوات نخبة او نخبة النخبة. هنا العدو ما يخيلش على حد. ليه؟ لان انت بتجد مثلا اسرائيل كانت حريصة جدا مع انهيار الوضع السوري على ان تأوي هذه الجماعات وتعالج جرحاهم وكذا وتمد الجسور معهم وتحرص على ان يوجدوا الى جوار الجولان، مش الجيش السوري، مش قوات اخرى، مش ايران حتى، مش حزب الله كذا. وفي مصر ايضا كان الهدف من نزع السلاح بعمق 150 كيلو مترا اللي هو يعني نفي وجود الجيش المصري على ارض. من هنا العدو واحد باطراف متعدده. كان زمان الرئيس عبد الناصر مثلا يقول لك احنا عدونا اسرائيل، امريكا في القلب، واسرائيل على يمينها، والرجعيه العربيه على يسار. هنا تقدري تقولي ان تيار اليمين الديني بطابعه التفتيتي، طابعه المنكر اصلا لوجود وطن والارتباط بوطن وتصوير الوطن كحفن التراب عفن. انا سمعت مثلا شويه اشياء متقالت مثلا تعليقا على مسلسل الاختيار في قنوات التركيه، شوف التعبير، يطلع ولد مثلا يقول لك يعني ايه الجيش المصري؟ الجيش التركي جيش الخلافه، يبقى ايه الجيش المصري ده ايه؟ وايه مصر؟ ده مفترض انه اعلامي. لما يطلع واحد زي يوسف القرضاوي يقول لك مثلا انه الاستاذ اردوغان سلطان المسلمين. ان رجب طيب اردوغان، طب اماره ايه؟ يعني انت طول الوقت منذ نشاه جماعه الاخوان في سنه 1928 عقب ظهور اتاتورك ودفن الجيفه التي كان اسمها الخلافه العثمانيه، بتتكلم عن ان انت استاذيه العالم وانه لابد من تطبيق الشريعه ولابد من كذا وكذا. بأي معيار رأيت في أردوغان سلطانا للمسلمين؟ هو حاكم لدولة اسمها تركيا من 2002 حتى الآن 18 سنة. اديني أمارة واحدة في الحياة التركية، يعني الحياة الاجتماعية، الحياة الثقافية، الحياة التشريعية، على إن في شيء له شبهة علاقة بالإسلام وارد التطبيق. طيب اي حاجه يوسف، يعني مثلا يعني احنا في مصر نعرف انه قانون الاحوال الشخصيه مرتكز على الشريعه. ايه الوضع في تركيا؟ بسم الله ما شاء الله. يعني هنا انت مش واحد باع عقله، ده واحد حصل. انت عارفه الكوسه اللي بتتقور دي؟ ما هو التمويل برضه ليه دور. مش بس التمويل، الانحسار. الانحسار بصوره ما التقى انحسار من يسمون انفسهم بالتيار الاسلامي بانحسار الخلافة العثمانية، والطرفان يفتشان في قمامة التاريخ عن أكثر الصور وضوحا للجهل والرجعية والتخلف التي كانت مجسدة فيما يسمى الخلافة العثمانية، خاصة في 100 سنة الأخيرة منها. طيب أنا محتاجة يوسف، يعني طبعا احنا لو من كتر ما احنا بنستمتع بحديث حضرتك يا استاذنا يعني هنفضل للصبح كده وسنظل نستمتع. بس انا محتاجه برضو اسمع منك يا يوسف فكره بأمارة ايه؟ يعني طبعا نجاح اي شخص في الدنيا بيقاس بمقدار استفزاز عدوه، يعني انا يعني اي شخص في الدنيا او اي حد بيقيس عمله نجح ازاي بيشوف العدو ليه
طالما هو مستفز كده او في حاله من الغضب او كده بيعرف ان هو تمام جدا، انا ماشي في الطريق الصحيح. احنا شفنا ده، شفنا ان في كذب، تضليل، صفصطه، قلب الاباطيل حقائق والحقائق اباطيل، الجو بتاعهم ده، وده مش جديد، ودي حاله من الافلاس يعني واتكلمنا ده قبل كده كتير على مسلسل الاختيار، وكمان فكره الحرب الجديده اللي خاضتها مصر في مواجهه الناس دي، حرب القوه الناعمه. مصر دايما احنا زي ما احنا شفنا كده جيوشها في سيناء والكلام ده كله وحاجه على الراس ونفتخر بيه، لكن فكره ان مصر تحارب بقوه ناعمه سواء كان في فيلم الممر حتى وان كان عدو تاني او عدو مشترك بشكل او باخر يعني، وبنتكلم في الاختيار العدو ازاي بيبان التقزم بتاعه، انا محتاجه اسمع منك ده بأمارة ايه هم فعلا شايفين تركيا كذا وكذا وكذا وكذا. بأمارة ان احنا غلطانين. يعني احنا اللي غلطانين؟ في ايه؟ تعالي انا هرجع بذهني كده بمقوله قالها سيدنا المسيح عليه الصلاه والسلام من ربنا سبحانه وتعالى لما قال ايه؟ قال من كان منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر. صحيح. طيب هل احنا عديمي الاخطاء؟ احنا كلنا، احنا المجتمع اعتقد احنا اكيد بنخطئ. طيب بتخطئ في ايه يا عم يوسف؟ احنا كف مجتمع اخطأنا في ايه في حق الناس دول؟ احنا ما اخطأناش في حق الناس دول، احنا اخطأنا في انفسنا. على سبيل المثال، من يستطيع منكم سواء اذا كان بقى اتراك هناك في تركيا او من الولاد اللي راحوا اشتغلوا هناك في تركيا في القنوات بتاعت الشرق ومكملين الخ ان يقول بملء الفم انه بنات ما يطلق عليه تركيا في الشكل المعماري والحضاري الخ مش مصريين، يرفع ايده. مصر اتسرق منها، والدكتور عبد الحليم استاذنا ويصححني، اتسرق منها مركبتين، مش مركبتين بالمعنى بتاع مركبه، مركبتين محملين بايه؟ مش بالذهب والفلوس وخلاص، يعني مش بس سرقوا خزائن مصر لما دخلوا بعد 1517، لا، هم سرقوا افضل العقول في كل المناحي، سرقوا افضل قضاه، افضل اطباء، افضل مهندسين، افضل عماله الى اخره، افضل مزارعين وزراع وهكذا، افضل فلاسفه، افضل مؤرخين، النخبه. خد نخبه النخبه اللي موجودين في مصر اتسرقوا واتحطوا على مركبتين عشان يروحوا لحد اسطنبول يبنوها. طب هي اسطنبول كانت قبل كده عديمه الحضاره؟ ما اقدرش اقول لك لا، ولكن هل كانت ذات قيمه؟ ابدا. انت بتتكلم على بلد متعدد القوميات، متعدد الاعراق، لا يوجد اي شيء يجمعه على الاطلاق، مجموعه من القبائل المتوحشه توحشت تجاه جيرانها الموجودين، هم بقى تجاه الأكراد، تجاه الحدود الروسية، تجاه الحدود اللي موجودة في أوروبا، اجتاحوا دول في أوروبا الشرقية، حاولوا يجتاحوا النمسا وفشلوا، وهم داخلين فيينا واتحصروا واتذبحوا واتطردوا وطردوا شر طردة. كويس؟ فأنت هنا بتتكلم على مجتمع أصلاً بذرته هي التوحش ده بالأساس، ومن هذا التوحش قدر إن هو يستتبع كل هذه الأراضي، وبالتالي يقدر يجمع جواه مجموعة غير متجانسة من الشعوب. مثلا مثال تافه، المطبخ التركي حلو جميل، ما فيش حاجة اسمها المطبخ التركي، ده مطبخ مسروق من كل اللي حواليهم، مهجن، حلو خالص، مسروق. حلو. طيب هنرجع هنا بقى، ايه علاقة ده عم يوسف بالسياسة او علاقة ده بالقوة الناعمة؟ طب نعرف العلاقة دي إيه؟ بس بعد الفاصل، ايه رأيك؟ يلا بينا. طيب فاصل قصير ونرجع تاني لحضراتكم نشوف ايه العلاقة بالظبط، خاصة في المطبخ التركي، عشان انتوا عارفين طبعا الصفحات والشيفات اللي احنا بنشوفها دي وبنكعبل فيها، ونرجع تاني لحضراتكم. تحياتي لحضراتكم من جديد، وخلوني أجدد الترحيب بأستاذنا الكبير دكتور عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي والزميل العزيز الإعلامي يوسف الحسين. طيب احنا كنا بنكمل الفكرة اللي احنا طرحناها يا يوسف معاك قبل الفصل، وكنا بنتكلم في فكرة، أنا ما سألتك قلت لك هو بأمارة ايه؟ يعني بأمارة ايه هم عرائس الماريونات اللي مشغلهم أردوغان واللي بيمول أردوغان نفسه، بيقولوا الخلافة العثمانية والكلام ده كله. وإحنا كنا لسه أصلا يعني من شوية بنتابع مؤتمر صحفي للواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، وبنشوف الانتهاكات التركية في الأراضي الليبية، وبنشوف كمان التحرشات التركية اللي موجودة في قبرص واليونان، وبنشوف كمان أن أردوغان بيمنع الزكاة من المعارضة والصدقه اللي هي من المعارضه للفقراء في تركيا، بيمنع الفقراء ان هم ياخدوها من المعارضه، ونفتح القوس وما نقفلوش الحقيقه طبعاً على كل ده. فاما جيت سالتك قلت لي احنا اللي غلطانين،
وكان في علاقه ما بين ان احنا غلطانين وما بين بقى دلائل تاريخيه انت بتقولها. اللي عايز اقوله الملخص هو احنا اللي غلطانين لان احنا غبنا عن ساحه لفتره طويله جدا. يعني خلينا نقول انه احنا غلطانين يمكن باستثناء القوات المسلحه بتاعتنا، لانه لولا ان القوات المسلحه المصريه كانت طول الوقت قاعده في حاله من حالات الانتباه الدائم احنا كان ممكن نبتلع من سنين. صحيح. حلو؟ طيب. لكن فيما عدا ذلك ايه اللي حصل؟ زي ما كنا بنقول هو احنا امتى اشتغلنا على استثمار في السينما؟ استثمار سليم، استثمار لاجل العقل مش لاجل بس التسليه، تسليه حلوه وجميله وظريفه. الاستثمار لاجل الصناعه عشان الايرادات برضو كويس ورائع ومفيش حد يقدر يهاجم ده ولا يعترض عليه ولا داعي للمزايده في ذلك، لكن ليه فيلم الممر كان من اعلى الايرادات؟ شفتي بقى امتى؟ بعد كام سنه؟ المسلسل الاخير الاختيار بعد كام سنه؟ من اعلى مشاهدات بالمناسبه. برضو مسلسل حلو جدا مش بس على المستوى الانتاجي، يعني شوفي في الناس في تل ابيب او هناك استفز عدوك برضه عملوا ايه بسبب هذا المسلسل وهكذا، عشان لا نغفل الامور قدرها وهكذا في مسلسلات كتير. طول ما انت بتسمع صياح عالي ثق تماما ان انت تسببت في الم شديد. حلو. طيب انا ما بذلتش مجهود كافي ان انا افهم الناس اللي عندي، زائد ان انا افهم العالم انه هذا البلد اللي البعض بيعتقده بلد عظيم ان هو قام على انقاض دول وامم وحضارات اخرى من اهمها ومن ابرزها ومن اكبرها واكثرها تاثيرا هي محاوله هدم دوله وطنيه موجوده اسمها جمهوريه مصر العربيه دلوقتي. من زمان 1517 من بدايه القرن ال16. طيب فين لحد ما يجي حاكم كان بالاساس زي ما ذكر استاذنا الدكتور عبد الحليم قنديل انه جه راجل الباني على راس حاميه انكشاريه لاجل ايه؟ معين من قبل السلطان في اسطنبول ومن قبل صدره الاعظم او وزير دفاعه لايه؟ لاجل الامن والاستقرار داخل ولايه يريدون استعادتها مره ثانيه بعد ما المصريين ثاروا مرتين، ثوره القاهره الاولى وثوره القاهره الثانيه على الفرنساويين، وما حصلش في تاريخ بلد في العالم انه بلد خرج الاحتلال الفرنساوي في 3 سنين، ما حصلتش ومش هتحصل اذا كان لسه في موجات الاحتلال الكولونيال يعني اللي هي انتهت من العالم، لكن على سبيل المثال فيحاولوا يستعيدوها مره ثانيه. فجي محمد علي 1805 الراجل ده يندمج جوه المجتمع، يندمج جوه قواها السياسيه والمثقفين المصريين انذاك اللي كان عمليا هم مجموعه من كبار مشايخ الازهر الشريف، فيتحول إلى حاكم وطني ويذوب جوه المجتمع المصري فيتحول إلى رجل مصري قلبا وقالبا هو وأحفاده، أيا كان بقى حجم اختلافاتنا بعد كده مع هذه الأسرة أو الأسرة العلوية إلى آخره، مما أدى إلى ثورة 1952 والحمد لله واستعادت تاني المصريين الحكم على بلادهم بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. طيب عملنا إحنا إيه؟ هل فهمنا الناس سوءات هذا البلد؟ هل فهمنا الناس؟ فهمنا الناس بالراحة بالهداوة كل هذه الأمور؟ لا، غبنا. عدنا مرة تانية والعودة أحمد الحمد لله والشكر لله. أتمنى بقى أن احنا هنا ما نقفش. أنا يعز عليا دايما أن أنا لما أجي أتفرج على بلاتفورم هولندي حلو شهير جدا ده مش بتاعنا، لكن أجي أبص ألاقي مسلسل كبير جدا على الإمبراطورية العثمانية، مسلسل على أرطغرل المتوحش باعتباره فاتحا عظيما وهكذا. طب أنا فين؟ يعني فين مثلا مسلسل يكلمني عن الأبطال المصريين اللي وقفوا في مواجهة هذا الاحتلال التركي الغاشم من القرن الستاشر حتى خروجه من مصر مكسورا مهزوما مدحورا مثلا؟ فين الحاجات دي؟ بس احنا بدأنا، هو ده بقى والأهم، ان احنا فعلا أدركنا المشكلة فين وهو ده اللي فعلا هيوصل لحل. يدفع للتفاؤل خصوصا زي ما انت قلتي هو مش الممر جاب إيرادات اهو الحاجة الحلوة. مفيش حاجة اسمها جمهور عايز كده. الناس في مصر ناس محترمة وعاقلة ووعية وقاعدة منتظرة دايما الجيد. هتدي الجمهور جيد هيقابلك بالتصفيق الحاد وبإيرادات الشباك. هتدي الجمهور وحش ما تلومش الجمهور، لوم نفسك. هتدي الجمهور مسلسل حلو هيتفرج عليه ويتابعه وينتظر أجزاء أخرى عن بطولات وملاحم أخرى وهكذا. هي دي المسألة، ده المفتاح. إفلاس إعلامي مش جديد على قناة الجزيرة إذا يعني استطعنا أن نصنفها كقناة إعلامية أو مؤسسة. أستاذنا عبد الحليم قنديل، محتاجة يعني أعرف من حضرتك فكرة النشر وفكرة الحذف كمان. لا يعني أولا فكرة النشر والحذف يعني دي تكررت الحقيقة على أكثر من منصة يعني إخوانية أو متأخونة في
او في ساعات متقاربه في سلوك مش جديد. يعني مثلا ما ذكروا التقرير انهم وضعوا هذا المقال هشام عشماوي الشهيد باذن الله او احد الوجه الاخر من الاختيار والوجه الاخر من الاختيار غير عنوانه. وبعدين بعد حمله على وسائل التواصل الاجتماعي ازالوا المقال. في نفس التوقيت تقريبا كان اردوغان الخليفه يعني في تصورهم قد قرر بمناسبه كورونا والمسلسلات كورونا انه يعمل في ايام العيد يعني نوع من اجراءات الاغلاق. فعلى صفحه الرئاسه التركيه قالوا ان هذا الاغلاق سيبدا يوم عرفه ويمتد ايام العيد. طبعا اي مسلم في الدنيا يعرف ان يوم عرفه مرتبط بعيد الاضحى وبالحج. وطبعا ده كان مسار تريقه ومسخره تقريبا موازيه للتريقه على مقال هشام عشماوي المنشور على الجزيره. بعد مرور اكثر من 6 ساعات بعد هذه التريقه شالوا يوم عرفه وحطوها يوم الوقفه. يبدو ان احدا نبههم ان اليوم اللي قبل عيد الفطر اسمه يوم وقفه عيد الفطر. الى هذا التريقة استمرت على طريقة يعني انتوا ازاي عرفتوا انها يوم الوقفة وكلام من ده؟ فشالوا الوقفة وحطوا يوم السبت في الاخر. يعني هنا انت بصدد يعني عمل هزلي خارج التاريخ لا يرتكز على اي اسس، لا اسس ايمانية ولا اسس تاريخية ولا اسس جغرافية. الاختيار ببساطة هو اختيار المصريين. يعني ايه اختيار المصريين؟ يعني هو اختيار الوطنية المصرية. والوطنية المصرية مش كلمة تقال، الوطنية المصرية معنى تاريخي. هذا بلد ليس لأننا من أبنائه يعني، إنما التأمل العادل المنصف بيقول إن بلد إضافة لطول تاريخه وتجاربه ومحنه وانصهاراته هو مر أيضا بمراحل صعود وهبوط. يعني مصر لا تفنى أبدا، مصر لا تفنى أبدا، بمعنى إنها قد تضعف قد تقوى لكنها لا تزول. هي على حطة ايد مينا موحد القطرين الى يوم يبعثون. وهذه حالة فريدة جدا. لاجل ذلك انا ضد ايضا بعض الاراء اللي سهل كده تشوف ومصر وهيحصل لها زي اللي حصل. لا، مصر ما تحصلش. ما تحصلش ليه؟ لانه اللي حصل ومنع الانهيار كان لابد ان يحدث. مش ما كانش واحد من ده، هذا الاختيار بالف ولام التعريف. وليس اختيارا، يعني ما كانش في اختيار ان انت تسيب مصر تتفك او كذا. الاختيار الطبيعي المصري ان مصر لا تتفكك. بايه بقى؟ بتجانس التاريخي لشعبها، تجانس الثقافي، بالتراث الطويل جدا اللي كون حاله اسمها مصر في رباط عضوي، بجيشها وغير، يعني دي كلها مظاهر معبره، خاصه ان الجيش المصري كما يعرف الكل هو جيش الشعب المصري، يعني هو جيش قايم على فكره التجنيد الوطني العام. صحيح. يعني مصر في دورات صعودها وهبوطها لما جت تصعد قبل قرنين اول مؤسسه جسدت معنى الوطنيه المصريه هي الجيش. لانه كل الناس لازم تتجند. من اول ما نشا الجيش، كانت المؤسسه الوحيده اللي بتتمثل فيها فكره المساواه بين المواطنين وتوحيد التعريف على اساس الوطني على اساس المصري، مش ليس على اي اساس اخر. ظلت مؤسسات اخرى تتلكأ في ذلك، ثم بعد ذلك تعرضنا للاستعمار البريطاني وغيره. يعني قصدي ده هذا ومعنى الجيش في التكوين المصري، مش معنى عابر، مش معنى انه قوه مسلحه، مش معنى هو نسيج شعبي اصيل. هو اصلا ما تقدرش تعثر في تاريخ البلدان او في حواضرها الراهنه على هذه العلاقه الفريده رابطة العروة الوثقة. ومن هنا كمان اتصال العدو. كمان مصر لا تخطئ غريزيا. يعني مصر لما صوتت لفيلم الممر هي صوتت لانها تعرف عدوها. ناس يقولوا لها يا اخوانا احنا عاملين معاهد السلام وبتاع، ما مش في بال المصريين. المصريين يعرفون في الجوهر من اين ياتيهم الخطر، في القلب، في النسخ، في الوريد، في الشريان. يعني مش محتاجين حد يعيد تأليف المصريين. المصريين غير قابلين لإعادة التأليف، إعادة التأليف مش يعني إعادة التعريف. يعني
وعشان كده لما نتكلم عن الوضع في سيناء انا ربطته بين حرب اكتوبر وبين الحرب الجاريه، اتصل لحرب تحرير وطني. اتنين كمان لما تلاحظي في دراما المصريه هذا العام مسلسل اخر ماشي في تيمه الخيال العلمي ربما لاول مره النهايه، كم اثار ثائره الاسرائيليين وبيان الخارجيه الاسرائيلي. في نفس الوقت لما تيجي تشوفي انه هم يرون ان الممر والاختيار شيء واحد، ليه شايفين دلوقتي الدراما يا اخوانا ما بتجيش من فراغ، الحياه هي جوهر الدراما، وكل ما في قصص في هذه الحياه اللي احنا بنسميها قوه صلبه، كل ما يبقى فيه اجيال جديده من المؤلفين والمخرجين وغيرها طول الوقت قاعدين يقولوا هو المؤلفين راحوا فين، هم مش عارف، ما فيش بعد اسامه انور ركشة حد. لا، انت لما وقعت على قصه حقيقيه ظهر اسم الاخوين، اعتقد بيتر ميمي المخرج وباهر دويدار لا، هكذا تصنع الحياه وهكذا تتوالى الاجيال، ليس من فراغ، لا تبدا من فراغ ولا تنتهي الى فراغ، في ابداع واضافه، في ابداع واضافه، بس فكره الاساس في الدراما هو الحياه، هو دراما اسامه انور عكاشه ما قايمه على تتبع الحياه المصريه ومراحلها، نجيب محفوظ يعني في النهايه فيه سياق، هو طبعا بيقيم عمل فني موازي لسياق قائم بالفعل. فهنا طب ليه مصر مثلا في السنوات الاخيره بتطلع الممر وبتطلع كذا، وفي 10 سنوات قبلها او في 20 سنه قبلها وزي ما قلتوا قرابه ال 30 سنه ما طلعتش حاجه؟ لان مصر لم تكن ملتفته لنفسها، لان هذا المثلث اللي بنتكلم عليه الشعب والارض وجهاز الدوله، جهاز الدوله لم يكن ملتفتا لمصر نفسها، لان مصر تقوم بدور في مصر. آية ذلك وباعتبار ان حضرتك آية برضو انه اردوغان في عشريته الاولى من 2002 ل 2012 كانت علاقته ايه بالنظام القائم في مصر وبجهاز الدوله الاخرى؟ علاقته زي الفل، كان عامل علاقه اتفاق تعاون استراتيجي مع حسني مبارك سنه 2005، لا زالت تأثيراتها قائمة إلى الآن، اللي هو إن مفيش تعريفة جمركية، إن البضائع التركية تدخل مصر من غير تعريفة، ولأنه كانت نظرته في ذلك الوقت في مرحلة صعود الأول التي لم يكن يتحدث فيها عن إسلام ولا غير إسلام، تحدث عن نمو اقتصادي وعن نهوض اقتصادي، اعتبار إنه المنطقة العربية دي منطقة لسوق لتصريف البضائع والمنتجات التركية. عقد اتفاق تعاون استراتيجي مع مبارك، وعقد اتفاق تعاون استراتيجي مع بشار الأسد يعني بالمناسبة، ثم بعد ذلك آن له في عشريات الثانية اللي أنا بعتبرها عشرية الهبوط، اللي بدأ بقى يبقى فيه كلام عن السلطنة واستعادة أمجاد العثمانيين. علينا نلتفت هنا بين قوسين وكلام عن استعادة أمجاد العثمانيين من منظور قومي تركي وليس من منظور إسلامي ولا غير إسلامي أصلا، من منظور لأنه فكرة النزعة العثمانية في السياسة التركية الحديثة لم تبدأ مع أردوغان، هي بدأت الحقيقة مع تورجوت أوزال، لكن تورجوت أوزال طبقها على المحيط التركي المتخلق عن انهيار الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينيات في جمهوريات آسيا الوسطى التي يتحدث كثير منها باللغة التركية، فمن هنا ظهر تعبير في السياسة التركية اسمه العالم التركي، استعادة العالم التركي. أردوغان اعتبر في عشرياته الثانية من 2012 إلى الآن، اللي اعتبرها عشرية هبوط لبريقه مثاله قيمته، اعتبر أنه آن الأوان أن أنتقل من فكرة اعتبرها سوق لتصريف البضائع والمنتجات سواء بضائع أو سلع صناعية وزراعية ومسلسلات تركية، ده كان آوان ازدهار المسلسلات التركية في العالم العربي 2008 2009 بهذه الاتفاقات، فبيبيع كله، بيبيع هذه البضاعة، جاء بعد كده في أغراه ما رآه من صعود جماعات الإخوان في غير بلد عربي بعد ثورات 2011 بأنه أنا الأوان لأنه هو يبقى السلطان ودول الولاة، فبالتالي قلب ظهر المجن كما يقول النحاة، واتكلم عن انه انا الاخوان تبعي وبشار الاسد خلي تلت الحكومه اخوان وكذا، الى ان وصلنا الى الحاله الرهينه اللي فيها سلطان
بيتضعضع وضعه التاريخي، لانه في عشيه هبوط الثانيه المفروض رئاسه ممتده لسنه 2023، بيستعين بجماعات الاخوان، وجماعات الاخوان جرى لها مسح ذاكره ومسح تكوين، اللي هو مسح فكره استاذيه العالم، مسح فكره ان مصر هي قاده قياده العالم الاسلامي وهنقود العالم الاسلامي من مصر. ثم بعد ذلك حصل تتريك للاخوان. يعني ايه تتريك الاخوان؟ يعني الحاق جماعات الاخوان من اول شيوخها لحد عيالها بالجيش التركي او المخابرات التركيه، بقينا انكشاريه او جندرمه او المفتين اللي هم الفتوى الكذابه على طريقه الشيخ يوسف القرضاوي. الحقيقه انا اعجب لان شيخا كيوسف القرضاوي في هذا العمر وفي هذا البتاع وفي هذه التجربه ينتهي بها الحال، انه لك سلطان. يعني على اي اساس كيف تقنع واحد، سيبك من يعني من اي حد، ان انت مسلم اصلا، او التاني بتاع اسكندريه ده اسمه ايه الشيخ مش عارف ياسر وجدي حاجه كده، وجدي يا وجدي غنيم او شيء، هؤلاء مجرد احذيه يعني عملاء صغار محتقرون لجهاز الدوله التركيه، بالذات الجيش التركي او المخابرات التركيه. ولذلك امر طبيعي جدا ان يجيبهم من هنا يحطهم هنا، يجيبهم من سوريا يوديهم في ليبيا، او يفتح لهم قنوات، لانه في النهايه الخلافه التركيه يا اخواننا، طبعا الخلافه عمل دنواوي، وده تعليق الاخير، ليست شأنا دينيا على وجه الإطلاق، وليس لها أي صلة بالاعتقاد الإسلامي. هي عمل دنيوي، دولة كغيرها من الدول كانت قائمة على أساس الدين في مطلق العصور الوسطى، مسلمة ومسيحية وغيرها، جميل، وشهدت بالمعنى الدنيوي عصورا من الازدهار الدنيوي وعهودا من الانحسار. كان قاع القاع في الانحسار هو هذه الدورة العثمانية، لأن هذه الدورة العثمانية الذي يتأمل تاريخها حتى الذين يدافعون عنها لا يجدون ما يدافعون به سوى الانكشارية والحروب. يعني مش هقول مثلا ارتباطها بالعصر بالكشوف الجغرافية وبالثورات الصناعية الحديثة اللي كانت موجودة منذ في نفس توقيت احتلال مصر التركي، لا، مفيش غائبة عن هذه الكشوف وعن العلم الحديث، غائبة كمان عن علم الفقه. اذكروا لي اسم فقيه واحد، فقيه يعني واحد يعني متن على متن، نقال، ها، واحد في هذه الاستام، مفيش. ليه؟ سبب بسيط، ولا مفكر ان في غربه اصلا على لغه القران وعن تاريخ القران وعن تاريخ العروب، وانها قامت اساسا على فكره السيف، وقامت في فكره السيف وفكره تكوين الجيش على فكره العلف. يعني الانكشاريه دول ايه؟ كانوا ناس قاعدين بياكلوا بيشربوا كذا 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 كذا، يا اخوانا في حرب يلا اطلعوا مع السلطه. في الوقت اللي كانت بتتطور فيه اوروبا بالمقابل وبتعرف الاسلحه الناريه وبتعرف تنظيم الحرب الحديثه وغيرها، وسبق محمد علي لما المصريين رفضوا خورشيد باشا المعين من الخلافه واصروا على محمد علي، ولما اقتنع بعد 20 سنه من ولايته بتكوين جيش من المصريين. السلطان العثماني طلب من محمد علي ان هو يحدث الجيش التركي، ورفض محمد علي وقتها، صحيح، لانه كان داخل في حرب اخلاء العالم العربي من هذه الخلافه. يعني اذا في اشكال، في صور وموارد عديده للتخلف الذي خيم على منطقتنا خاصه لما تكون تاريخيه لسنوات طويله، لكن اذا اردنا ان نبحث عن عنوان التخلف الأصلي الذي انحط بنا وسمح بأن أراضينا يجي الاستعمار الأوروبي الزاحف يحتلنا على موجات بالغزوة الفرنسية وبالغزوة البريطانية وغيرها، فهو هذه الخلافة التركية المريضة، لأنها مجردة من أي عمق تاريخي أو حضاري. لاحظ أن اللي بدأوا الأتراك دول كان رعاه من الاستيبس كما يقول جمال حمدان، الرعاه اللي كان زي المماليك كده، انت عارف المماليك كانوا الناس بيشتروهم من شعوب اسيويه، فدول رعاه، ولانهم رعاه ليس لديهم شيء يخسرونه، فلا يوجدون الا فكره الحرب. ما فيش حاجه اسمها الحضاره التركيه،
لا يوجد عمق تاريخي زي ما يوسف لهذه قال التركية. إن هي كمان يعني فهي قوة دكتور عبد الحليم قوة حربية صحيح بامتياز لا تملك أي شيء آخر. تكوين الترك الحديث ما بعد ما يسمى الخلافة أتاتورك وغيره، إحنا هو شعب أصلا قايم على ما طبعا لا يمكن أن يقارن إلى تجانس التكوين المصري. يعني أنت مثلا أتاتورك نفسه قال للأكراد أنتوا مش أكراد أنتوا أتراك، بس أتراك الجبال أنتوا كذا والحروب. فهي تكوين مفكك من داخله طبعا. يمكن لدول لا تتمتع بمزايا التجانس الثقافي المصري انه هي برضو تتقدم اقتصاديا او صناعيا، حصل ده، لكن استعادة القمامة العثمانية الزبالة العثمانية في هذا العصر شيء مفارق لروح. طب اسمح لي يعني دكتور عبد الحليم ان احنا برضو يعني نسمع يوسف من ناحية جزئية كده عايز اتكلم معاك فيها اعلامية بقى تخصصية، بس للأسف ناس كتيرة قوي مننا بتقع في الفخ ده. احنا شفنا في التقرير عنوان المقال ايه؟ عشماوي الوجه الآخر من الاختيار. بص العنوان كده، يبدو أنه موضوعي، يبدو ولكن جواه حد سلفي هو اللي كتبه، توجه غير طبيعي. فطبعا القارئ يتورط مع المضمون اللي موجود جوه المقال ده. فكرة كمان اللي أنا عايزة أربطه معاك بالتقرير اللي احنا شفناه والمقال والفخ ده، بالانتهاكات اللي بيمارسها أردوغان دلوقتي، سواء كانت في سوريا، سواء كانت في ليبيا، سواء كانت في التوسعات أو الأحلام اليقظة اللي هو بيحاول أنه يحققها على أرض الواقع، واستغلال كمان أزمة كورونا إنسانية، وأنه هو بيعمل سياسة إلهاء يعني بالنسبة للعالم. عايزة أربط ما بين ده وده يوسف. طب تعالي ناخدها واحدة واحدة، ابتداء من الاتفاق الكامل والتام مع الدكتور عبد الحليم قنديل في اللي قاله بشأن ما قد يطلق عليه للأسف الشديد إما اعتباطا أو تلهيا الحضارة التركية اللي هي ما هياش موجودة. ويمكن لو احنا حبينا كده نبص شوية بشكل من أشكال التدقيق، هو إيه الفروق أو أوجه التشابه إذا أردت ما بين حضارة المغول إذا كانوا اسمهم حضارة لكن هي كانت مجرد عصابات من الرعاة بقيادة رجل مؤسس لهذه العصابات وجامع شملها جنكيز خان، فيكتسحوا بشكل التوحش. جنكيز خان وهو كان رجلا ظالما، هو ده إدارة التوحش بتاع الداعش اللي كتبها أبو بكر ناجي، وده اسم مش موجود. الأصل في الاسم في أغلب الظن أنه الحكيمة، هذا الإرهابي المصري اللي كان أصلا من أبناء أسوان، ألبرت شفيق هيزة عشان قلت أسوان دلوقتي مش كل أسوان زي بعضها، لكن الحكيمة يقال في أغلب الظن أنه هو الصح، هو المؤلف الرئيسي لكتاب إدارة التوحش، وهي نفس الكتابات بتاعت إدارة التوحش، هو اللي عمله المغول، هو اللي عمله الفايكنج أو الشماليين بتوع شمال أوروبا، يعني الدنمارك والسويد والنرويج، وهم بيحاولوا يجتاحوا الممالك الأكثر تحضرا. سيناريو متكرر، هو التوحش مليء بغزوات البربرة يعني. بس التاريخ مليء لا لأجل أي شيء سوى القتل والسلب بس. طب إيه اللي عملوه الأتراك؟ قتلا وسلبا. هل ساهموا في إرساء أي شكل من أشكال الحضارة في أي مجتمع دخلوه؟ لم يحدث، وعاوز مساهمة واحدة الأتراك. هل تركيا أنجبت لنا على مر الأزمان، وأنا هنا مش عاوز أي حد من أصدقائنا الأتراك يزعل، بس هل تم إنجاب مخترع عظيم أسهم في إنارة المجتمع البشري؟ أبدا. فيلسوف ما حصلش، فقيه زي ما قال الدكتور عبد الحليم ابدا، مؤرخ ما حصل ابدا. الحاجه الوحيده اللي ممكن تفتكرها من التاريخ التركي الطويل جدا جحا، وفي الغالب وجلال الدين الرومي هو ليس تركيا اصلا، ده فارسي، وفي الغالب اللي جحا مجرد اسطوره يعني غالبا شويه نكت مصري اتحطت تحت عباءه او بشكل تركي علشان يطلعوا. ما انا قلت لك تهجين، رحت انت قلت لي يعني لا حتى هم ما عندهمش حد دمه خفيف. جلال الدين الرومي ليس تركيا اصلا ومش من اصل تركي بالظبط. طيب ادي كده ولا شك. استاذ وشمس التبريزي، فخلونا نحط الامور دايما في موضوعها السليم. لا، في فرق كبير جدا ما بين الرعاة المتوحشين الذين يعيثون في الارض فقط قتلا وسلبا ونهبا، وما بين صناع الحضاره. طيب هو صناع الحضاره بيستتبعوا الاراضي بالسلب؟ يعني الحضاره في روما على سبيل المثال وهي بتتوسع في العالم لدرجة أنه في وج مجدها حكمت 50 مليون مواطن تحت إدارتها، الأراضي اللي قدرت أنها تستتبعها سواء إذا كان في أوروبا أو في جنوب المتوسط. لكن هل أسهمت في
وجود شعلة حضارية في هذه البلاد؟ حصل. الإغريق عملوا كده، اليونانيين طبعا حصل. دي الفروق ما بين الحضارات وما بين المتوحشين. الإضافة يعني طبعا ان هي اضافت حاجه للعالم. لا هم سلب، هم نهبوا. المتوحش هو مجرد هم نهبوا وجرفوا، يقتل لاجل القتل. يعني القرش بيقتل ليه؟ مش عشان جعان، بيقتل بس. هو ده النموذج. هتلاقي في العالم هم كده، الاتراك، الفايكنج، المغول. طيب هل بقى شيء اسمه حضاره المغول؟ لا. هل بقى حاجه اسمها حضاره الفايكنج؟ لا. النرويج والسويد والدنمارك الحاليين حاجه تانية خالص غير الفايكنج القدام، حاجه تانية. في فصل تاريخي حاصل، في فصل حضاري حاصل. الاتراك للاسف الشديد من يحكمهم حتى هذه اللحظه تاريخيا من ايام ارطغرل وما قبله هم مجموعه من المتوحشين فقط لا غير، ويؤججوا فكره التوحش سلبا وقتلا ونهبا لاجل الشعوب اللي حواليهم فقط. طيب تعالي ناخد ده ونقول هل ده ليه اي علاقه بالعنوان بتاع الجزيره اللي كانت في فترة من الفترات للأسف الشديد هي المتربعة على عرش الإعلام العربي دون منافس أو منازع؟ القناة التي صنعت دولة، يعني تعرف الجملة الشهيرة دي. هي قناة، علشان بكل الإنصاف، هي قناة خرج منها مجموعة من الكوادر المهمين، ما نختلفش، وأسسها مجموعة من الكوادر في العمل الصحفي التلفزيوني شديد الأهمية، ما نختلفش. وكان اي حد على الاقل من الناس اللي في سني واحنا بنتخرج من، انا خريج اقتصاد مش اعلام، وعايز اشتغل بالاعلام والصحافه التلفزيونيه، فبنفكر ان احنا عايزين نروح نشتغل في الجزيره. يعني انا اتخرجت 97، فاول حاجه بتيجي في بالي ايه؟ اوعى الجزيره. كل زمايلي تقريبا كده، اللي اكبر مني شويه، اللي اصغر مني شويه. لكن عندما تستوعب وتعي الدور شديد السوء والدور المجرم اللي لعبته الجزيره في هدم النظم وتفتيت الامم، تعرف انه لا مش عاوز. المواقف الكشفه كانت 2011، صح كده؟ لكن هل حجم الجزيره في 97 و98 و2000 يا ستي 2010 زي حجم الجزيره النهارده؟ الحجم بتاع التاثير لا. زي ما كان بيذكر الدكتور عبد الحليم واحنا بنتفرج على التقرير، طب ما هو التقرير اتحط بعد 5 ساعات اتحذف. حذفته ليه؟ طيب انت اخترت العنوان علشان يكون عنوان مهيب عاطفي يجذبك، هشام العشماوي. الوجه الاخر للاختيار، ويبدو ان في شويه مصداقيه في حاله انسانيه، في استشهاد، الفخ في ملحمه. يا جماعه المصريين دول ناس مفتريه جدا. طيب ولما هو الموضوع كذلك انت مسحته ليه؟ انت مسحته لان الموضوع صفر، بل يكاد يكون اقل من الصفر. وشارك الدكتور عبد الحليم في انه المساله كلها حاله قمامه صحفيه حاصله لا تعدو ذلك ولا تزيد عنه باي حال من الاحوال. وبالتالي هو احنا مش منهاش هنلتفت ليه، واحنا نلتفت بس بنلتفت بالعين الفاحصه. ليه الجزيره حذفت؟ يا ترى حجم مصداقيه الجزيره عند الناس عامل ازاي؟ يا ترى حجم التاثير وصل الى اي مدى؟ نفس الحكايه ناخدها ونعطفها على ما يحدث في تركيا من القنوات اللي المفترض انها بتتحدث بلسان مصري ولكنه قلب تركي. ومش بس قلب تركي، في ظل وجود الراجل اللي موجود ده رجب طيب اردوغان، انا اظن انه زي ما في حبايه اسمها الفيل الازرق هيبقى في حبايه اسمها اردوغان. حاله التخريف بتاعت يلا احنا طالعين يوم عرفه، عرفت مين يا ابني؟ طب الوقفه، طب السبت. هو هنا في حاله من حالات الهلوسه. الرجل لم يكن عبيطا ولم يكن ابلها وكان مسيسا وتربيت ارهابي عتيد، قلب الدين حكمه طيار. هتلاقي صوره فيها الغنوشي وهتلاقي فيها رجب طيب اردوغان قاعدين على السلم تحت رجلين قلب الدين حكمه طيار، الارهابي القاتل التكفيري العتيد. كويس؟ ده المنظور، ودي طريقة التفكير، ودي التركيبة الذهنية. يحاولون دائما تغطيتها بقالب مدني ظريف لطيف جميل، وبعد شوية يتم الكشف عن الأوجه القبيحة. وبعد ما يوصل لمرحلة فرط القوة، فائض القوة، يبدأ يكشف مش بس عن الوجه القبيح، تبدأ البلاهات تظهر، ويبدأ حالة التخبط، ويبدأ حالة اللاشيء. يعني انت مش عارف انت بتتصرف التصرف ده عشان تحصل ايه. طيب حصل، مش تركيا دولة عظيمة وكويسة خالص؟ طب وليه بقى الليرة التركية ب 235 قرش؟ من سنتين كان ب 5 جنيه، ده عشان رجب طيب اردوغان شاطر؟ طب يعني هو عشان شاطر، البطالة اكبرها ايه؟ هو ده بقى. يبقى عشان شاطر ادى الى انهيار سريع وشديد في وتيره نمو الاقتصاد التركي، فيبدا يحصل بالسلب كمان وغلق معظم الشركات. طيب وهو علشان شاطر وما حصلش، وهو ما بيعرف يدير اي منظومه، فتركيا فيها فوق ال 150 الف اصابه بالكورونا، مش هم بيباهونا وبيتريقوا عليه بيقول لك اصل انتوا ده انتوا ما عرفتوش تعملوا مش عارف ايه في كورونا. يا عم روح عالج اللي عندك، انت عندك 150 الف اصابه في مجتمع قوامه 81 مليون.
احنا الحمد لله والشكر لله دايما على كل شيء، بس احنا 105 مليون، الاصابات اللي عندنا كام؟ 16000 17000. وزير التعليم العالي بيقول ممكن نوصل لل 40 عمليا، ده انا تلت اللي عند تركيا يا راجل. وانا عمليا زياده عن حجمه في التعداد السكاني بقد ايه؟ ب 50% زياده، او لا 25% زياده، ده على كده المفروض وتيره الاصابه عندي تبقى زياده. فالرجل لا يجد ما يقوله ولا يجد دائما ما يفعله سوى التهديد، الوعيد، المكايده الى اخره. فيكيدك في حدد كتير، يحاول يكيدك فيما يتعلق بملف سد النهضه، يكيدك ايام عمر البشير لما راح خد جزيره سواكن. لو تفتكري انه الاعلام الناطق باللسان المصري من داخل تركيا وقتها كادوا ان يقيموا الافراح واطلقوا الزغاريد على وطنيه البشير وذكائه وحكمته وقوته وعظمته، عشان ادى سواكن للاتراك. سقط البشير فاقاموا ايضا الافراح واطلقوا الزغاريد على انه وسقط الطاغيه. هم بيتكلموا بلسان مين؟ بيتكلموا بلسان الراجل اللي بيحكم، الراجل اللي بيكيش، اللي بيدي الفلوس، اللي بيدي الحمايه، سبوبة، اللي بيحافظ. ففي النهايه خالص اذا سقط البشير فلازم على طول روح جاي رجب طيب اردوغان يقول لك احنا كده المصالح والموازين بتاعت القوه اختلفت، لانه في النهايه خالص النظام الحاكم الجديد اللي موجود في السودان يعي جيدا اهميه وقيمه مصر بالنسبه للسودان وبالنسبه لافريقيا وبالنسبه للعرب. استعاده مصر ملف الافريقي يدفع الى المزيد من الالم داخل ايه؟ داخل تركيا. وده طبيعي. طيب احنا هنفضل نتكلم كده على طول كتير، مش هنبطل كلام، ولكن اللي عايز اقوله هو انه طالما احنا عرفنا نحط ايدنا دايما على بيت القصيد، خلينا ماسكين في الحاجه وما نسيبهاش. يعني انا مش عاوز نبقى نجحنا في الاختيار ونجحنا في النهايه وهلم جره وبعدين اسكت. انا لحد دلوقتي متفائل، اقول ان احنا لما نجحنا في الممر فتشجعنا وعملنا الاختيار. فلما نجحنا في الاختيار انا عايز ايه بقى؟ مش عايز استنى رمضان اللي جاي، انا عايز ان انا خلال 12 شهر اللي جايين الا كام يوم على ما يجي رمضان القادم، اللهم بلغنا بقى رمضان ان شاء الله كده، انه ايه اللي يحصل؟ ان يبقى في عندي مسلسلين ثلاثه على ما يجي رمضان. عاوز يبقى عندي فيلمين ثلاثه عشرة زي الممر، مش عايز استنى موسم الصيف. ما هو مش احنا عندنا بلاتفورم اسمه واتشت؟ خلاص يلا بينا نعمل افلام تتحط على واتشت، حتى لو عندنا ظروف على نتفليكس، يعني مش دي قصه، ده انتاجي. انا عايز افرج العالم مش عايز افرجني انا بس. طيب الاكثر انتشارا في العالم عمليا في نتفليكس وفي هولو الى اخره، بس مش دي القصه. انا هنتج وادي للناس دول، ده انفستمنت، ده استثمار، دي فلوس. بقدر ما كان العمل قوي وحلو والاعمال دي قويه وحلو هتتباع وتجيب فلوس وتنتشر وتؤدي الغرض منها. وعندي الحاجات اللي انا هحتفظ بيها على البلاتفورم المصري بتاعي اللي انا اتوقع انه بالطريقه دي، يعني الحقيقه هو ماشي حلو قوي كان في شهر رمضان. لو احنا عرفنا نستغل الاستثمار اللي حصل في رمضان ده ونزقه حلو، اعتقد هنقدر باذن الله تلت ومتلت. لا انت بتتكلم في 3 4 سنين وهتشوف واتش ده حاجه كبيره مش حاجه صغيره، فتقدر تحط عليه كل اللي انت عايزه، وهتقدر تكلم بيه مش بس مصر والمنطقه العربيه، انت هتقدر تكلم بيه الناس بتاع بلاد بره. انتك حاجات بالانجليزي، انتك حاجات بالاسباني، انتك حاجات بالفرنساوي، مش هتخسر حاجه، بالعكس المنصات العالميه دي عندها انجليزي عندها اسباني عندها عربي. واحنا نعرف ننتج، احنا الفراوده المعلمين بتوع المنطقه في هذا الموضوع. فخلينا نقعد نستعيد الموروث والارث. انت لو تفتكر لما احنا كنا بنسال وكنت مثلا يعني واحنا اطفال كده، هو ليه المجتمع كله، ليه الوطن العربي كله بيعرف يتكلم مصري حلو قوي كده؟ فكانت الاجابه بتقول المسلسلات والافلام. هو على سبيل عادل امام الله يديله الصحه يا رب، يا رب. الاستاذ عادل امام ربنا يديله الصحه وطوله العمر والبركه في العمر، ده واحد من اهم واكبر واشد المشاركين الذين اثروا في الايه؟ في اللسان العربي. هو بافلامه اللي كانت ولا زالت اعماله ذائعه الصيت واسعه الانتشار. الناس، انا واحد صاحبي مره زمان اسمه عمرو سناء ابن الاستاذ محمد سناء المذيع الشهير والاعلامي العظيم الله يرحمه بتاع صوت العرب، فكان مسافر مع شغله تونس. فلما راح وهو في تونس فكان في عندهم شغل، فعلى البلاج قاعدين بيتكلموا مع ناس ومش عارف ايه. الناس بتكلمهم عن مين؟ عن عادل امام. فهو حتى راح قال لهم انا ابن عادل امام عشان الناس تتصاحب عليه بسهوله. فانت متخيله دور القوى الناعمة زي بالظبط كده فكره دور الكتاب بتوعنا. انا النهارده لازم ابدا مشروع يا ايه ترجمه عكسيه،
يعني ايه الترجمه العكسيه؟ انا لازم اجيب الكتب بتاع بلاد بره واترجمها عربي، بس كمان الكتب العربي، يعني انا اجيب مؤلفات الدكتور عبد الحليم قنديل واحولها الى اللغه الانجليزيه، احولها للغه الاسبانيه، اترجمها صيني، عرف العالم على منتجك الفكري. ده شديد الاهميه. امال احنا كنا بنأثر في العالم زمان ازاي؟ صح، بده بالمنتج الفكري بتاعنا، يطلع في شكل سينما، يطلع في شكل موسيقى، يطلع في شكل سياسة، يطلع في شكل فلسفة، يطلع في شكل كمان. بحث تاريخي. إلخ 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 إلخ، دي أسهل حاجة وأنجح حاجة تقدر توصل بيها لعقول البشرية، مش بس مخاطبة النفس فقط لغير. طيب أنا محتاجة أستثمر وجودك كإعلامي معي. الله يبارك لك. محتاجة توجه سؤال لأستاذنا عبد الحليم قنديل. السؤال هيبقى منطلق من اللي انا كنت بقوله. دكتور عبد الحليم، لحد النهارده احنا ليه ما عندناش لا مشروع ترجمه عكسيه كبير، ولا عندنا مشروع قومي لترجمه مؤلفات الكتاب والمفكرين والعقول المصريه؟ شوف يا استاذ يوسف، الامر كما افهمه انا النهوض كتله واحده لا يتجزأ، يعني ما ينفعش تكون ماشي في سكه انسحاب من التاريخ وتتكلم ان انت هتترجم وكده. انا عاوز اقول ان طول الوقت في جهود، يعني مثلا في المشروع القومي للترجمه كان موجود من سنوات، لكن لم يحدث الأثر، لا الأثر الوجداني ولا الأثر العقلي الذي كانت تحدثه الكتب اللي كانت بتصدر كل ست ساعات أيام الخمسينات والستينيات وصولاً إلى أواسط السبعينيات. ليه؟ دي جزء من سياق. أنا ما أقدرش أبقى ماشي وأقول لك أنا البريمو. لا، أنت مش بريمو. إحنا بنتكلم عن تركيا من شوية. طبعا احنا لما نتكلم عن تركيا، ما فيش حضاره تركيه، نقصد التاريخ التركي، لكن منذ تكوين الدوله التركيه الحاليه كمال اتاتورك في شعب من موارد متعدده، من علويين واكراد واطراء واناضوليين وغيره، بيكونوا الشعب التركي. له كل الاحترام طبعا، وممكن ان يؤسس حضاره، انما الادعاء بوجود اي عمق ثقافي او حضاري قبل ما يسمى الخلافه التركيه أو أثناء الخلافة التركية، هذا أمر دي زي القرش الممسوح. ده قرش ممسوح. دي طاقة حربية تدميرية مباشرة. حروب برابرة يعني. وفي التاريخ آلاف من هذه العينات اكتسحت العالم كله. فإنك لما أتكلم عن مصر كبلد ذات عمق وذات دورات صعود وهبوط، هي كانت هتفكر ليه؟ يعني إيه اللي مخل يعني مثلا تركيا في العشيه الاولى وهي بتصعد بالاقتصاد كانت بتصدر لنا دراما رومانسيه. صحيح. شوف قد ايه تركيا حلوه، شوف الناس، شوف كذا، والسياحه، وتحس ان انت جنه على الارض. في العشريه الثانيه بتصدر دراما عثمانيه. ارطغرل وغيره. ماشي، هي دي الفكره. الفكره الاساسيه هو انت اختيارك، انت ايه اختيارك؟ سيادتك هتعمل ايه في التاريخ؟ التاريخ دلوقتي ملعب مفتوح، وطبعا التاريخ ما فيهوش كلمة أخيرة. سيادتك دي موجهة لمين؟ سيادتك اللي هي يعني أنت اللي هتعمل دراما، البلد اللي هيعمل، صانع نفسه. صانع نفسه. أنا دلوقتي عشان أتكلم عن نهوض لابد أن أتكلم عن نهوض متكامل المناح، يلتحم فيه معنى تحرير الوطن واسترداده بمعنى تقدم الناس وكذا. أنا يمكن أكتر من مرة، يمكن في مرة مبكرة، دائما ما أطرح خماسية لو تأكيد الاستقلال الوطني، أولوية التصنيع الشامل، رد الاعتبار للعدالة الاجتماعية، كنس حرب كنس الفساد، إطلاق الحريات العامة. أنا من أول ما ظهرت في هذا المكان وأنا أردد هذه الخماسية. فكرة متكاملة. يعني الرئيس السيسي اللي هو في كلمة شهيرة كانت تقريبا الكلمة التي التقط منها المؤلف فكرة المعالجة بتاعت مسلسل الاختيار، إنه هشام عشماوي من نفس السلاح أو ربما من نفس الوحدة اللي منها أحمد المنسي. طب ليه ده راح ده اختيار وده اختيار كده طبعا. ومن هنا الرئيس السيسي من ايام في افتتاح سلسله بشائر الخير في الاسكندريه قال بوضوح ما كنا نؤكد عليه، انه الفساد اخطر من الارهاب. الفساد في البلد دي صحيح اخطر من الارهاب. الفساد اخطر من الارهاب. فما ينفعش انا اتكلم، عشان كده انا دايما اقول دعونا نلتفت الى انفسنا ونقلل الالتفات للآخرين، مش نعدمه الالتفات للآخرين، لا، نقدم. الكف السابق سابق زي ما بيقولوا، كف السابق سابق. فهنا أنا عشان يبقى كف سابق في التاريخ، والتاريخ بيعاد تشكيله مش بمناسبة كورونا، من قبل كورونا، بس كورونا دي زي ورقة عباد الشمس
اللي بتتحرك مع الشمس حيث اشراقا وغروبا دي، هي كشفت ان العالم بيتغير. في عالم تصنعه الصين، وفي امم وامبراطوريات بتهبط وامبراطوريات موقف كاشف في المنطقه. انا افترض لو انا المنطقه على صغير، انا افترض ان تركيا تهبط ومصر تصعد. باختصار ووضوح في الالهام في تقديم مثال ملهم لمستقبل المنطقه. بنفس القياس اللي عليه مسلسل الاختيار قدم فكره استرداد الاسلام في مقابل اختطاف الاسلام. يعني في النموذجين، نموذج احمد المنسي ونموذج هشام عشماوي، اللي بيقول ببساطه انه تيار اليمين الديني عموما بكافه تفرعاته خارج معنى الوطنيه المصريه التاريخيه. هو تيار خياني بالمعنى اللي هي الدوده في اصل الشجره، اللي هي فكره كتله يعني الوطن ما هو الا حفن تراب عفن كما كان بيتكلم سيد قطب. هذه الطريقه في التفكير كونت نفوسا عفنه. سهل جدا ان انت ترميها وتجيبها، طب خد امشي مع اردوغان. يعني مش يعني انتقل المساله مش من وحدانيه الله لوحدانيه الوطن، لا، لقابليه الاستخدام من قبل اي مغامر او طارق باب. لانه كمان حتى ظاهره اردوغان، او انا طبعا قلت قبل كده ان هو دخل في العشريه الهبوط الثانيه، عشريه الانسحاب من التاريخ، هو كشخص مش تركيا، تركيا شعب على اي حال بتكوينه وبموارده المتعدده، قبل ان ينفتح له مستقبل اخر ليس قائما على الطفيليه، تطفل من جديد على العالم العربي. ولا نهبه ولا معاوده اخضاعه بقوه سيف البرابره، مش قابل، لن يحدث في المحصله، في المعركه الاخيره، في النتيجه لن يحدث. فهنا ايه الا يحدث ان تظهر قوه جديده تمثل الهام للمنطقه. هنا ده طبيعة التناقض. فأنا لما أخلق دراما الصعود والإلهام المصري، لما حتى من ممالك النار قبل حتى الاختيار وغيره، أنا بخلق دراما، بخلق بيبقى ده متصل بسياق مختلف، باقتصاد مختلف، بنهوض مختلف، بتكنولوجيا مختلفة، حالة، بسياسة مختلفة، كل جزء من كل. أنا لا أستطيع أن أكون في حالة انسحاب من التاريخ كما كنت عليه في 40 سنة سبقت، وفقدت تأثيري في المنطقة، وفقدت تأثيري حتى في مصر نفسها. لأنه ببساطة كان الحاكم في ذلك الوقت بصرف النظر عن الأسماء يكتفي بالتأمل في زرقة المياه في شرم الشيخ، ويعتبر أن العالم كله تمام التمام، وسيبك من الناس الزحمة دي يموتوا بعض وكلام. هنا 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 دي الفكرة. الفكرة عمل متكامل، النهوض عمل متكامل. أنا لن أنهض بإني ليل ونهار أقول الإخوان وحشين وحشين، لازم أتعود أقول أساس إيجابي إن المصريين، إن الوطنية المصرية شيء رائع، لأنها تنجز كذا وتنجز كذا وتنجز كذا وتنجز كذا. هو ده المثال الملهم في التاريخ، فكرة الإلهام في التاريخ. إحنا مصر مش لأن مصري، أنا ما عنديش أي نزعة شوفونية على وجه الإطلاق، ومؤمن بالرابطة العروة الوثقى بين الوطنية المصرية والقومية العربية، ومؤمن طبعا إن في صور متعددة في التاريخ لصعود، بس المنطقة ما ينقصها في الجوهر ايه؟ مثال ملهم. في وقت معين صدر المثال التركي، في وقت صعوده وكان فعلا مغريا بالتصديق، وقت صعوده الاقتصادي كمثال قابل للتطبيق في المنطقة. ما فيش نزعة متطرفة، ما فيش كذا، ما فيش كذا. أنا طبعا مش عاوز أتردى بالكلام لمستوى هؤلاء القمامات وأقول لهم مثلا إنه في سياحة المنطقة يعني أوسع مجالات سياحة الدعارة في تركيا الخلافة بتاعتهم، يعني الفكرة الأساسية. ما هو بيكتبوا وقفة عرفة يعني. يعني سلطنة هم سلطنة ما عندهمش يعني أصلاً أي كلام. ميدان يوم السياحة بتاع السلطنة. ده واحد بجم ودول أغوات مش أكتر من كده. دول أغوات ومخصيين مش أكتر من كده، واحد بجم يخدمون بجم تركي. فهنا أنا مش هقعد أقول عليهم طول الوقت، هم انتهى أمرهم بما أسميته تتريك الإخوان. هم يقعدوا هناك يكونوا مورد تاريخي للتكوين التركي زي العلويين وزي الاكراد وبتاع المصريين السابقين، ما عندناش مانع نصدرهم لهناك، واقعدوا هناك وتفضلوا. لكن انا متاكد انهم هيهربوا من هناك اول ما ديكها ينتهي دوره. واردوغان ليس يعني تنبؤا بالتمني يعني، او فكره بالتمني، لا، هو بينسحب من التاريخ، وده امارات كثيره جدا. وما محاولاته خارج تركيا
الا لتعويض طب وقطر اخبارها ايه بالخزلان؟ تركيا قطر بتدفع المشاريب. قطر بتدفع المشاريب دول بيحاسبوا. انت عمرك ما يعني انا دلوقتي بخوض كتركيا حربا في ليبيا او حربا في الشمال السوري، حريص فيها على ابراز المعنى القومي التركي العثماني، عشان يقول لك تركمان سوريا تركمان، لا احنا بلدنا يا اخوانا، وتصريحه شهير يا اخوان للاتراك، تركيا مش اللي انتوا عارفينها دي، لا تركيا فيها الموصل وفيها حلب وفيها مصرات، دول ميراث اجدادنا. يعني ده 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 تعبيراته. يعني اذا اخذ احد جاد بهذه الطريقه، فالمفروض ان احنا بقى ندور على كل بلد تركت عرقا او تركت شخصا في مكان تفرض عليه حق الوصايا الوراثيه او كلام من يعني هو معنى بدائي متخلف بربري اللي بيعملوه جندرمت اردوغان العرب، ومنهم المصريين واولهم الاخوان اللي من مصر اللي راحوا هناك، ان هم بيطفوا عليه، بيطفوا طبع فقهي زي السلطان كده اللي زي السلاطين، وشفنا من الماركه دي كتير في التاريخ الاسلامي، يبقى غارق في ملذات وغارق في كذا وكذا وكذا وكذا، ويحرصون على ان يؤم المصلين في الجمعه مثلا، او يتكلموا عليه بلغه مقدسه مفتعله مش عارف ايه. الاسلام لا فيه سلطه دينيه ولا هو لزوم له دوله الخلافه. عاوز اقول اكتر من كده، حسن البنا على سبيل المثال قال ايه لما سئل في الثلاثينيات من القرن العشرين، قالوا له هو ايه الخلافه يا شيخ حسن اللي انت عاوز تعملها دي؟ قال لهم حاجه كده زي عصبه الامم. خد بالك المثال الاستلام، يعني ما فيش اصل فقهي، يعني لا نص قراني ولا نص نبوي، ده هو الاتحاد قوة ماشي، يعني الفكر. وعصبه الامم هي التكوين اللي كونته القوى المنتصره في الحرب العالميه الاولى، ثم اذله المنتصرون في الحرب العالميه الثانيه واساسه بدلا منه الامم المتحده. يعني لا في خلافه ولا حزنون ولا امر شرعي ولا غيره، لا احد منهم يستطيع ان يقدم اي سند شرعي او لا شبه شرعي. شوف كمان السلوك اللي تشوفه فيما يسمى الجماعات الاسلاميه دي، عامله زي الباب الدوار، فنادق كده، وكثير من الاماكن طبعا دلوقتي بس لاني ريفي بضرب مثلا بالفنادق، الباب الدوار اللي تدخل منه وتخرج منه يرجع تاني. ما بين الجماعات دي سواء كانوا سلفيين يسمون انفسهم بالمسالمين او المدخلين او غيره او الاخوان او داعش او كذا، اللي الباب دوار بين المند اللندي بكل سهوله، مع انه حين انتمى لواحده من هذه الجماعات هو خاصه التكفيري منهم، فهو يكفر ضمنا وحتما الجماعات الاخرى. لكن لم يسأل نفسه كيف انتقلت أنا من الإيمان للكفر؟ إزاي أنا انتقلت مثلا كنت في الإخوان وبقيت في داعش، أو كنت في القاعدة وبقيت في داعش، مع إني أصلا منتمي لهذه الجماعة بادعاء أصل شرعي. وده واضح في سيرة هشام العشماوي لما اللي كانوا معاه قالوا له إحنا هنروح لداعش. فيعني فهنا الكلام كله مصطنع 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 لتبرير شهوة القتل أو شهوة السلطة أو شهوة الاستحواذ مش أكتر. وده متسق جدا مع المزاج التركي. المزاج التركي هو مزاج بجم، حرب الطابع، بربر الطابع، غير معني بتوفير أسس أو للدعاء. ولذلك هو باختصار يا ابني أنت تروح من هنا، هنشحنك في الطيارة تروح لتركيا. مين اللي هيدفع؟ يعني مثلا تشوفي اردوغان بياخد ثمن اللي بيعمله في ليبيا مرتين من هذا السراج غير الشرعي باي مقياس، ثم من قطر، يعني بياخد ثمن مرتين. يعني هو فانت هنا هذه الحرب التي تفتقد الى اي معنى من معاني الانتماء، انا اعتقد انها حرب محكوم عليها في النهايه بالفشل والاخفاق، رغم ما قد يبدو كما يبدو الآن مع تراجع الجيش الوطني الليبي في المنطقة الغربية في ليبيا من انتصار موقوت. كل انتصار لها هو انتصار بين قوسين، لأنه محكوم عليه تاريخيا. أسس الإمداد التاريخي للفكرة مش موجودة،
هي محاولة لاستعارة أحط مرحلة في التاريخ وجعلها مستقبل لأمة بتعاني في فكرة البحث عن المستقبل. يعني إن أنت تجعل مش مختار حتى من تاريخك مرحلة زيهية، رغم النزعة السلفية عموما حتى لو كانت مراحل زيهية لا تبني أمم. المفروض إن أنت تعرف ماضيك لهدف واحد، تقراه لهدف واحد، تفهمه لهدف، لكي لا تكرر خطاياه. أنا مختار أبشع خطاياه بالذات لجاي أجعلها مستقبلي. يعني مختار أبشع خطاياه، مختار أحط خطاياه. فشوفي الإخوان المسلمين اللي ببساطة نقلوا المزاد من عهد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام والخلافة الراشدة إلى الخلافة التركية بكل بساطة وسهولة. هم نفسهم اللي شبابهم وأعضاءهم بيدعشانوا دلوقتي باعتبار إن داعش هي النهاية الطبيعية، المصير الطبيعي لأي شخص ينتمي إلى من يسمون أنفسهم بالتيار الإسلامي. ليه داعشان هي المصير الطبيعي؟ لأنها بتخرج من النقاش التاريخي جملة وتفصيلا، تقول لهم أدي واحد خلافة وصلحه، هو الخلافة هي سبي وقتل وهنقول الله أكبر وهنرفع راية سود ويبقى كده الإسلام. وعشان كده التوافق بينها وبين المزاج التركي اللي هو فكرة الخلع العقل، انتهاء فكرة يعني فكرة العقل والاعتماد على السلوك البربري الوحشي القتل، مش أكتر من كده، هو ده الخلافة عنده. فده الارتباط بين الطرفين ارتباط طبيعي. فالتحول الداعشي في الإخوان هو تحول طبيعي، زي مثلا لو جاز الاستعارة في التاريخ كان لينين مثلا في تاريخ الماركسية بيتكلم عن إنه ظاهرة الإمبريالية أو الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية الغربي، الدعشنة أعلى مراحل تطور من يسمون أنفسهم بتيار إسلامي ومن أسميهم أنا بتيار اليمين الديني، وهذا التيار يقتلع من كل مكان، من بغداد خاصة في الموجة الثانية للثورات إلى الخرطوم إلى حتى في تونس التي بدأ أنه يتطور فيها الآن. ومن هنا المعركة محكوم فيها بالنهاية أيا ما كانت التفاصيل، حتى لو بدأ بعضها محزنا في لحظة معينة محكوم فيها بقضاء ما بين مصر بقى زي ما حضرتك. هل من فراغ أن مصر هي الأنتجونيست، هي الطرف الآخر في ليبيا، هي الطرف الآخر في كذا، هي الطرف الآخر في كذا؟ لا، مش من فراغ. إيه مغزى ده أن مصر داخلة في هذه المعارك؟ مصر داخلة في هذه المعارك لو قلنا مثلا أحمد المنسي، الشهيد أحمد المنسي رمز من رموز الجيش المصري. الجيش المصري، عشان أربط المسألة بفكرة التقدم والمثال والإلهام، الجيش المصري رقم 9 في العالم. الجيش المصري أقوى جيش في المنطقة العربية وفي أفريقيا وفي عموم العالم الإسلامي. هي ده المثال، يعني هي دي فكرة الإلهام. وعشان كده كل يجود بما عنده. لقينا مركز البطولة فين؟ في الجيش المصري. احنا عاوزين مراكز بطولة أخرى تتفتح فيها مقدرة المصريين على التقدم والنهوض وكنس تاريخ طويل نسبيا من القعود والتخلف في التاريخ المصري. نعم. فهنا ده الوجه الحقيقي للصراع والتناقض ما بين المثال التركي القائم الذي وصل، الذي يتخيل أنه وصل إلى درجة النضج والاستواء، وبين المثال المصري الذي يصعد من رماد. طيب احنا فصل قصير ونرجع تاني. راجعين؟ انا قلت احنا تشرب قهوة كده يعني 10 دقايق. ماشي، يعني فصل كده 10 دقايق بالظبط مشاهدينا، وابقوا معنا ما تروحوش في حتة. تحياتي لحضراتكم من جديد، وخلوني اجدد الترحيب باستاذنا الكبير دكتور عبد الحليم قنديل الكاتب الصحفي وزميلي العزيز يوسف الحسين. شوف احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل على فكرة الاستمرارية في القوى الناعمة. جات لنا أخبار مبهجة الحقيقة، ولازم حضراتكم برضو السادة المشاهدين تعرفوها، أن الشركة المتحدة أعلنت إنتاج مسلسل الاختيار الجزء الثاني، الاختيار 2، إن شاء الله هيكون في رمضان 2021. برافو. ده جزء من الخبر. الجزء الثاني كمان هيبقى فيه إنتاج مسلسل القاهرة كابل ومسلسل هجمة مرتدة من ملف المخابرات المصرية، وهيتم إن شاء الله
عرضه برضو في رمضان 2021. طب دباب السما كان مفتوح ده مش عارفه انا يعني كنت قلت لك ان انت تدعي لي ولا حاجه رمضان اللي جاي. طب يوسف انا الشيخ يوسف شوف عنك الحجاب. طيب انا محتاجه اسمع منك فكره الاستمراريه يا يوسف، يعني احنا كنا لسه سبحان الله بنتكلم وجات لنا يعني الاخبار المبهجه دي، اكيد طبعا اي مصري حر وطني بيسمع الاخبار دي اكيد طبعا هتفرق جدا 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 في نفسيته. عارفه زي في الاقتصاد كده في حاجه لطيفه كده اسمها فرصه العمل المستدامه. ايه فرصه العمل المستدامه؟ اللي هي من 20 ل 25 سنه وانت طالع، فكره الاستدامه في الخط الاقتصادي. نفس الحكايه في فكره الانتاج الدرامي او في استخدام الاسلحه بتاعتي. انا السلاح الشهير بتاعي دايما معروف ايه؟ انا بتاع قوه ناعمه، مش انا يوسف، انا مصر. مصر دايما كانت لا توجه سلاحها ابدا الا الى صدر المعتدي، فلا تحاول ابدا ان تستتبع لارضا ولا ان تحتل بلدا ولا ان تستعبد شعبا. فاحنا كنا دايما نعمل ايه؟ الرصاص ناحيه المعتدين، اما القوى الناعمه فهي لاجل الانسانيه والبشريه. القرار اللي خدته المتحده هو قرار فعلا اشكرهم جدا عليه، واشكر ربنا سبحانه وتعالى على استجابه الدعوه، سمع الدعاء في انه يبقى في عندي استدامه. انا نجحت في الاختيار، نجحت في النهايه، نجحت في حاجات تانية كتير. طيب اذا ايه المانع ان انا انجح في اللي جاي؟ زي ما كنت بقول لك، واذا كان في شيء ما لم نستطع معالجته بالطريقه المثلى في الاختيار فهنعوضه في الاختيار اثنين. هنعمل زي ما انت بتقولي القاهره كابل، هنعمل مش عارف هجمه مرتده من وقائع المخابرات المصريه. هو ده مش هيشجع صناع هنا بقى صناع دراما هم؟ طب وده مش هيشجع صناع السينما كمان بالمره؟ اكيد هيشجع. يا رب تكون باب السما مفتوحه ومعاه 2 مليون دولار ليا عشان اطلع معاش وانا في السن ده واخلص. كتير 2 مليون دولار، نص مليون ماشي، معاش مبكر بقى 2 مليون دولار نوزعهم على نفسنا احنا الثلاثه. ف المساله في هنا انه ده هيشجع صناع السينما هم كمان ان هم يزقوا النجاح بتاع النوع ده من المسلسلات، النجاح اللي على المستوى الجماهير والنجاح على مستوى التاثير والنجاح على مستوى المتابعه هيخلق استدامه. فالاستدامه هتؤدي الى المزيد من تشجيع في صناعه السينما بقى الناحيه الثانيه. فهم كمان عملتوا الممر، فهيتعمل واحد واثنين وثلاثه واربعه افلام هتنزل على الفتره اللي جايه. هنلاقي احنا عندنا المنصات الرقميه بتاعتنا جاهزه ومنتظره ومستنيه واصبح في عندها جمهور وعدد مشتركين جيد. إلخ، انا هنا بعمل عمليه طرق الحديد وهو ساخن. انا بستغل المساله بتاعه حجم الشعبيه والقبول بل والفرحه بتاعه هذه المنتجات التلفزيونيه او المنتجات الدراميه في ان انا اخلق لها فيما بعد ذلك. زي بالظبط كان بنقول نقعد نتفرج يقول لك ايه سيزون 1. طيب انا كده عندي الاختيار 2 اللي هو سيزون 2 وهيبقى في عندي 3 و4 و5 و10 قول يا رب وهكذا على نفس ما انت ضامن خلاص الاستجابه بقى. ده خلاص كده ضمننا، ما تنساش يا رب. فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انه ده هيشجع صناع دراما تانيين ممكن يكونوا شركات اصغر شويه من المتحده وماله 100 فل و14. ممكن تبقى مسلسلات اللي بنسميها شورت سيريز، تبقى حاجات قليله ليميتد سيريز، تبقى حاجات صغيره في حدود 4 و5 فكرة حلقات. فاكر التمثيليات زمان التمثيليه بقى؟ ايوه ما هي التمثيليه اللي هي الاسبوعيه. طبعا وفي الحاجات اللي هي المتصله المنفصله الى اخره. فده هيشجع الصناع على مستوياتهم، المنتج، المؤلف، المخرج، الاخ، الناس هتبدا تشتغل. والارتقاء بقى بالذوق بقى، يعني دي حاجه تانية بقى خالص داخليه. الذوق حلو والا ما كانش حب الاختيار. الذوق حلو والا ما كانش حب النهايه. لكن الجمهور مش عايز كده، ما هو ده بقى ما كانش حب كل منتج حلو وراقي، الجمهور. لا الجمله اللي انت كمان اشرت ليها، اصل الجمهور عايز كده. الجمهور عايز الحلو. بس انت بتقدم لك طبق والله عليه اكل اي كلام. انا جعان هاكله. وانت لو قدمت لي اكله حلوه هقول لك لا مش عاوز. هتقدم لي مسلسل حلو هقول لك لا مش عايزه. هتقدم لي فيلم حلو هقول لك لا مش عايزه. هتقدم لي مزيكا حلوه. لنا في عمر خيرت ربنا يديله الصحه مثل عظيم جدا. هو حفله عمر خيرت من قبلها باسبوعين ثلاثه بتبقى كومبليت، شهرين هو ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ طبعا ده معناه صح. ان الناس عايزه حاجه حلوه، اول ما هتلاقي الحلو هتجري عليه. لا حد تاني ممكن يرد ويقول لك اصل دي فئه معينه، لا لكن مش لا. السواد الاعظم. انت بتقدم حاجات مختلفه علشان تلقى قبول لدى اختلاف الاذواق، لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. انت هتقدم ممكن يبقى حاجه زي الاختيار، ممكن تبقى حاجه اكثر تعقيدا، ممكن تبقى حاجه اكثر بساطه. ده هينفع، ده هينفع، ده هينفع.
هتقدر تقدم حاجات فيما بعد للسن الأصغر، أطفال على سبيل المثال، تقدر تقدم لهم كل ما هو مثلا معلوم عن الملاحم العظيمة. شفنا تأثير الاختيار على الأطفال كان شكله عامل إزاي. ده أنت لسه لما هتيجي تقدم لهم حاجات ملحمية ظريفة لطيفة متعلقة بمصر الفرعونية أو مصر القديمة، ولسه تعال نقول هنعمل مسلسل على بطل مصري عظيم من وجهة نظري حجاج الخضري، بطل ثورة القاهرة الثانية الحقيقي، ثورة الجعيدية. تخيل لما تيجي تعمل مسلسل على حجاج الخضري، انت عارف يعني ايه تجيب واحد راجل من بولاق كان خضريا بس كان شهبندر الخضرية وكان فتوة في بولاق، ده قد ثورة القاهرة الثانية. ولما استشعر ظلم من محمد علي وقف في مواجهة محمد علي. انت متخيل؟ تعال نفكر في حاجات زي كده. زمان الله يرحمه يا رب فاروق الفيشاوي عمل علي الزبق. تعالى تعمل علي الزبق في نسخته التانية معمولة حلو وبمعلمة وبفرودة إلى آخره. هتوصل في النهاية لإيه؟ إنك أنت طول الوقت بتدي لهذا الشعب كل ما كان غائبا عن ذهنه الحاضر حول ماضيه العظيم. من أول ما قلنا إحنا دولة، أنا من أنصار دايما هي مصر هبة المصريين مش هبة النيل ولا حاجة، لأنه النيل ربنا سبحانه وتعالى خلقه بيعدي على دول وشعوب وأمم، كلها دول وشعوب وأمم عظيمة. لكن مين الشعب اللي قدر يأسس الحضارة الأكبر أو الأهم أو الأكثر إشعاعاً؟ المصري. الناس اللي كانت عايشة في هذا المحيط الجغرافي فقدروا يهذبوا هذا النيل الهادر ويصنعوا هذه الحضارة العظيمة. وعليه كل ما أنت هتقدم ده وهتقدمه بشكل سليم على المستوى الحرفي موضوعي محقق تاريخيا، ولا مخلوق يعرف. احنا ليه بنعرف نهدم في معطيات الدراما التركية؟ عشان تدليس، عشان كذب، عشان تضليل، عشان لا اساس تاريخي له. لكن لما احنا هنقدم الحاجة بتاعتنا، هو القصة بتاعت المنسى الله يرحمه يا رب، هي دي مش قصة حقيقية 100%؟ حد يعرف يضرب فيها حاجة؟ لما حبوا يعكوا راحوا ساحبينها بعد 5 ساعات على رأي الدكتور عبد الحليم. لا وفكرة كمان، انت تابعت اكيد اخر حلقة في الاختيار، فكرة توثيق الاحداث من خلال شخصيتها الحقيقية. صحيح. اللي هم يعني احياء يرزقون ونجوا من ملحمة البرث. فكرة كمان زوجة الشهيد احمد منسي. انت خدت بالك منسي. المشاهد بتاعت سينا انه في بعضها او عدد لا بأس به حقيقية 100%. يعني انا واحد من اصدقائي محمد ثروت هو كان احد اولئك الذين صوروا هذه المشاهد بنفسهم في وقت مداهمات حقيقية والحرب اللي شغالة في سينا. طول ما انت بتدي ده، طول ما انت بترفع معدل مصداقيتك، طول ما انت بتؤكد موضوعيتك، طول ما انت بتلقى احترام داخلا وخارجا، الحصن القوي محدش يعرف يهدمه. فاحنا بنتحصن بتاريخ، بواقع، بمصداقية، بموضوعية. فشكرا للمتحد ان هم يكملوا ده، وهلم جرة يعني، عايزين الباقي يشتغل. واستجابت الدعوه من عند ربنا. الحمد لله والشكر لله. نعم. بركاتك يا استاذ. يا سلام علينا بعد شويه يعني نوزع البركات والدعوات. طيب دكتور عبد الحليم، انا عايزه اتكلم مع حضرتك في نقطتين. النقطه الاولانيه طبعا اللي خاصه بالخبر بتاع الشركه المتحده والاستمراريه في القوه الناعمه خاصه في رمضان القادم ان شاء الله، وقبل رمضان نشوف اعمال سينمائيه كده، ويوسف يدعي كتير واحنا ان شاء الله نشوف الكلام ده على الارض. يعني يوسف يدعي واحنا نشوف بالظبط. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه حضرتك، واحنا قاعدين في الفاصل يمكن لفت نظرنا فكره تقدير الدوله للكوادر الطبيه طبعاً. الجيش الابيض طبعا اثناء المعركه اللي احنا بناخدها دلوقتي حرب الكورونا، ما هي دي حرب برضه بس حرب بيولوجية. أكيد. وبنتكلم كمان التقدير لأسر الشهداء من الجيش المصري. صحيح. دي نقطة مهمة جدا برضه محتاجة أن أنا أتكلم مع حضرتك فيها، والسادة المشاهدين يعني يسمعوا تحليل حضرتك بخلاف طبعا تعليقك على استمرار القوة الناعمة في مصر. بالنسبة للتعليق بصورة مباشرة، النجاح يغري بالنجاح كما الفشل. صحيح. يستطرد إلى فشل يعني. يعني هذه هي الحالة المزاجية المعنوية العقلية الوجدانية. نجاح الممر أغرب الاختيار، ونجاح الاختيار سوف يغري بالتقدم إلى مسلسلات مما اعتدنا على تسميته بالمسلسلات الوطنية، سواء القاهرة كابل أو الاختيار 2 أو هجمة مرتدة. أو هجمة مرتدة. علينا أن ندرك أنه فكرة الجمهور عايز كده والجمهور مش عايز كده، الجمهور لابد أن يقدم له. لو أنت قدمت طبق كله فن رديء فليس أمامه غيره. صحيح. سواء يوغل في الرداء، زي بالضبط ما في مثل
بيتقال على وجهين، العمله الجيده تطرد العمله الرديئه، وبرضه المثل نفسه بيتقلب فبتقال العمله الرديئه تطرد العمله الجيده. جيد. لكن لو وجدت العملتان معا هذا هو المطلوب في اي فن. يعني ما فيش اي تاريخ، لا تاريخ في الدراما المصريه ولا تاريخ الدراما غير المصريه، نقي صافي، كل مقدم اشياء في مستوى حرفي راقي و او 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 بتكرس قيما او تبني قيما او بتخلق حاله انشداد جماعي التي خلقها مسلسل الاختيار، حاله خلع قلب، يعني في تصويت باختيار المصريين بملايينهم، لانه من المعروف ان فكره الذهاب الى السينما قبل كورونا او مع كورونا انخفضت مقابل تقدم الدراما التلفزيونيه، الدراما التلفزيونيه دلوقتي هي فن العصر. صحيح. فانت الان هذا الاغراء بالنجاح كمان هيخلق ويحل اسئله دائريه تدور حول انفسها دائما، يقول لك احنا عندنا ازمه سينما، احنا عندنا ازمه مسرح، احنا عندنا ازمه مش عارف ايه، احنا اللي هي ند بالحظ ده اللي هي البكائيات. في منطق اخر اسمه ان انت بتخلق اجيال جديده، وهذا مغزى استظهار التاريخ، ان زي ما بتستظهر خطاياها عشان تتجنبها بتستظهر عناصر قوه خاص، وده امر مهم جدا في 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 تاريخ ممتد الامم او اوطان زي الوطن المصري. يعني في اجيال جديده، كان عندنا جيل صالح مرسي كان في المؤلفين مؤلف الدراما، او اسامه انور عكاشه، او محفوظ عبد الرحمن، كان عندنا جيل من المخرجين العظام لكثير من الاعمال الوطنيه زي محمد يحيى العالمي ومحمد فاضل ويحيى العالمي وانعام محمد علي واسماعيل عبد الحافظ وكذا. فكره ان انت تقعد تندب حظك، اصله ما عادش، اصله كذا، لا ليس صحيحا هذا الكلام. كل امه قادره على استنفار افضل ما فيها حين توضع في سياق افضل. البني ادم نفسه هو نفس البني ادم بنفس تكوين، يظهر أسوأ ما فيه في سياق ويظهر افضل ما فيه في سياق. آن الاوان ان نظهر او نتيح الفرصه بصوره اوسع لافضل ما فيه، فتظهر اجيال جديده من المؤلفين والمخرجين والفنيين والى اخره، وتنفيذ الاعمال الضخمه خاصه الاعمال الحربيه وغيرها. الكلام هنا، واعيد التاكيد تاني، لماذا تبدا النقطه من نقطه الاعمال المخابرات واعمال الجيش؟ لان ده لاسباب تاريخيه معينه احتفظت هذه الهيئات بقدر من تماسكها حتى في مراحل الهبوط والانحسار. صحيح. ومن ثم فانها مهيئه اكثر لصناعه قصص مظبوط واحداث. وهنا ده بيعيدني للفكره، انا رؤيتي العامه في مصائر المنطقه ان المشهد التركي الى انسحاب والمشهد المصري الى صعود، وهناك امكانيات ضخمه جدا. يعني احنا وقفنا على نقطة معينة من عناصر استرداد القوة المصرية او بناء القوة المصرية في الجيش او القوة الصلبة. احنا كمان دلوقتي خاصة مع كورونا كشفت قد ايه المجتمع فيه جيوش يمكن استنفارها. ففي كلام عن جيش مصر الابيض الاطباء، بعد ما كان الكلام ببساطة ان شهدائنا فقط محصورون في شهداء الجيش او شهداء الشرطه او شهداء السلاح عموما، في شهداء الجيش الابيض. الرئيس السيسي كان محقا حين اولى اهتماما رمزيا بالحقيقه بالتوجه الى اسر شهداء الجيش الابيض بمناسبه عيد الفطر السعيد، ما احبش اقول مبارك لانها بتذكرني بحد ما احبش اتذكره. في عيد الفطر السعيد توجه لاسر شهداء الجيش الابيض. انا ما ادعو اليه الان ولا أجد الحقيقة أو أحب يعني أن يجد هذا النداء تنفيذا، هو فكرة أنه معاملة شهداء الجيش الأبيض وأسرهم معاملة شهداء القوات المسلحة وأسرهم. أثني وأشارك، لأنه إحنا عاوزين نرد الاعتبار لقيمة العمل، قيمة العلم، قيمة الإنتاج. في النهاية واحد يقول لك اصل انت ممكن تتكلم عن شهيد بس مش واخد بالك من ان اسرته حزين. لا، انا هقول له كلام تاني. انا هقول له احنا كم من المصريين بالمئات ثم بالالاف راحوا ضحايا. فاكرين العباره؟ فاكرين اللي قالهم سمك القرش؟ فاكرين؟ راحوا بلا ثمن، لم يتذكرهم احد. الموت في ذاته علينا حتم،
وكل كائن حي والإنسان بالذات هو الكائن الحي الوحيد الذي يعرف يقينا أنه صائر إلى موت. لكن في موت يختلف عن موت، في موت المعنى، موت الحياة المتجددة، موت الإلهام، غير موت الحطام. موت المنسي وكل الشهداء هو ده موت الإلهام. موت شهداء الجيش الأبيض ده موت الإلهام، إن أنا عاوز أبقى ضابط طفل، أو عاوز أبقى طبيب، أو عاوز أبقى مهندس، مش عاوز أبقى بلطجي، مش عاوز أبقى مش عاوز أذكر حد، ومارس العمل بوطنية شديدة. وهنا هنا هذا هو الذي يبني الأمم، الجدية وإعادة النجوم لمدارتها الأصلية. لأن احنا عانينا في مرحلة الانحدار المصري من تردي هائل في القيم، كان ببساطة القيمة التي تبقت وتصدرت المشهد اللي ما معهوش ما يلزموش، واللي بني آدم بتقدر قيمته بما يملكه من مال. من أين حصل هذا المال؟ مش مهم بقى، ده شطارة، تهليب، نهب، أي حاجة. احنا يعني دي الفكرة الأكثر شمولا التي أريد أن أنبه إليها. لأنه مثلا في الخمسينات والستينات والسبعينات حتى يمكن لآخرها كان فكرة اللهجات في لغة عربية موحدة في العالم العربي وفصحى وفي لهجات. اللهجة المصرية كانت ليه سائدة؟ سائدة بالدراما المصرية طبعا وبالأغاني المصرية. طب الدراما المصرية والأغاني المصرية كانت منفصلة عن الدور المصري، إن مصر بتبعت مدرسين، أو إن مصر مركز إلهام لحركات التحرير، أو إن مصر بتتقدم كنموذج للتنمية نروح نتعلم فيها. هي دي الفكرة المتكاملة. أنا لا أستطيع إلا لو عانيت تيار التاريخ، أنا مش عاوز أقول إن القاعدة التي سأقولها الآن قاعدة مطلقة، إنه في ظل الانحسار ما تقدرش تنتج دراما أو أدب، لا، ممكن في ظل الانحسار يبقى فيه أدب ودراما تبشر بإمكانات نهوض، لكن بتزداد وتتفتح الفرص. زي بالضبط كده، ما كانش فيه تعليم مجاني لكن كان فيه ناس بتتعلم، لكن لما بيبقى فيه تعليم مجاني فيه فرصة أكتر لأعداد أكبر. ففي مرحلة النهوض الشامل أنا متصور إن إحنا هنحط عينينا على نهوض المشهد المصري، وهذا هو سر تأكيدي دائما على إننا لابد أن نلتفت إلى ما لدينا الآن. لأنه تيار اليمين الديني أو تيار الافتراء عموما متصلا بالتتريك، أنا رأيي إلى خروج من المشهد، بينما فكرة الوطنية المصرية المستعادة التي تفهم الإسلام على نحوه الصحيح وتفهم الدين على نحوه الصحيح وتفهم التقدم في العالم على نحو الصحيح، مش بس نصدر دراما، احنا نصدر دراما ونصدر منتجات صناعية ونصدر أطباء ونقدم علماء ونقدم كذا، هو هذا هو معنى إن الستارة بتتفتح على تقدم الوجه المصري، الإلهام المصري، مش على نحو يشوفين. أنا برضو ألحظ بكثير من الألم إنه في السنوات الأخيرة كما الدراما الوطنية كانت قد غابت، هناك غياب كامل للدراما التاريخية وحتى الدينية. دي مسألة الحقيقة انت ما تقدرش تقول للناس، ما تقدرش، ما عندكش دلوقتي، انت معاك ريموت، يا تفتح على القناة دي يا تفتح على القناة دي، مش هتفرض عليه اللي انت عاوزه، مش هتفرض على المشاهد اللي انت عاوزه. انت كمان لما بتعملش دراما دينية وما بتعملش دراما تاريخيه بتلجا هذا المشاهد لانه يدور زي ما قلت كده دراما مزيفه من البدايه، يعني تمت التركية. وادراك المشكله صحيح. يعني احنا شايفينها وشفنا الاعمال دي. انا كان نفسي والله الوقت يطول اكتر من كده، بس إن شاء الله. يعني ضريبه الهوى دايما ان الوقت بينتهي. وطبعا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا استاذنا، بشكرك كل سنه وانت طيبه وحضرتك بخير وسعاده يا رب. المشاهدين والمشاهدات طيبون وطيبات، بشكرك شكرا جزيلا. وهنؤنس لا بس انا بقى عايزه يعني في الاخر يوسف هو اللي يختم، انتصارا للمرأة وانتصارا للتيشيرت اللي انت لابساه. طبعا شهدانا الله يرحمهم يا رب، اسكنهم فسيح جناته. ومحتاجه يعني طبعا بشكر استاذنا الكبير عبد الحليم قنديل، وبشكرك يعني شكر يعني زميل عزيز وصديق ودايما بتنورنا يوسف الحسيني. وهسيبك انت بقى لتختم التغطيه دي. مره واحده اختم التغطيه، ربنا يخليك. انا عايز اشكرك طبعا، واشكر على انه استضفتوني بجانب استاذنا الدكتور عبد الحليم قنديل. كل اللي عايزه اصحاب مكان. لا انت طلعت شيخ يعني شيخ بركه، صاحب بركاتك.
بس الشيخ يوسف الحسين الشيخ يوسف الحسين يوسف القرضاوي على كل حال كل اللي اقدر اقوله بس في لهم يوسفهم ولنا يوسفنا فاحنا بنختم كل اللي عايز اقوله بس هي ان احنا زي ما كنا بنتكلم خلاصه هذه المناقشه هو انه احنا عندنا عقول علشان نفكر ولما نفكر نبدا نطلع منتج يليق بانه يبقى منتج منطقي يليق بالقبول العقلي ليه مش بس القبول العاطفي وزي ما كنت بقول مفيش حصن منيع قوي يستطيع أحد هدمه طالما مبني على أسس سليمة لنا في ذلك أي بناء من الميجا ستراكتشرز اللي اتعملت في العالم يعني هو الهرم في حاجة حصلت له أبدا لأنه أساسه عبقري نفس القصة دراما ومنتج فكري قوي سليم موضوعي لا يستطيع أي حد على الإطلاق أنه يهدمه والله عندنا إحنا تاريخ طويل من الوطنية المصرية في اختلاف المؤسسات لن يستطيع حد الاقتراب هشارك دكتور عبد الحليم أنديل في أنه أن يعامل شهداء الأطباء والتمريض نفس معاملة شهداء القوات المسلحة وشهداء الشرطة وهنا أخاطب تامر مرسي والنبي تامر عايزين كمان مسلسل يجسد ملحمة أو ملاحم الجيش الأبيض المصري في مواجهة هذه الجائحة عسى أن تزول عنا بإذن الله في القريب العاجل وأستغفر الله لي ولكم أو باختصار إحنا نريد لمصر كما تقول يعني عنوان القصيدة التي غنتها أم كلثوم نريد لمصر أن تعود فتتحدث عن نفسها أنا بشكركم شكرا جزيلا وبشكر مشاهدينا على متابعة التغطية وكل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد عليكم وخلي بالكم من نفسكم ومن صحتكم صحتكم أمانة قدام ربنا وقدام نفسكم فخلي بالكم منها وخليكم في البيت وكل سنة وحضراتكم طيبين تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أي عبد الرحمن إلى اللقاء